السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم زملائنا وضيوفنا الكرام. نرحب بكم من جديد ومبادرة جديدة لفريق أوفيس 365 سوهاج. اليوم سوف تكون مبادرتنا عن كيفية التقديم للمعلم الخبير MIE Expert. وكعادة فريق أوفيس 365 سوهاج كل عام، تقديم الدعم والمساعدة لجميع الزملاء المعلمين للحصول على لقب معلم دولي خبير. معنا اليوم نخبة من أفضل مدربين أوفيس 365 سوهاج للمساعدة وشرح كيفية التقديم. كما يشرفنا اليوم ويسعدنا وجود عمالقة مايكروسوفت الكبار المهندسة سولانش جرجور، كاستمر سكسس مانجر، مدير إداري نجاح العملاء مايكروسوفت الشرق الأوسط. ونظرا لظروف طارئة لها واضطرارها إلى السفر لبنان، أرسلت لنا رسالة صوتية للدعم والترحيب بكم. السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية ومشكورين على وجود اليوم. مشكورين لفريق سوهاج على الجهد والتعب والتقوية والرسالة الحلوة اللي عم تقدموها إياها. بتمنى نشوف مبادرة كبيرة وهائلة جاية من هذه المبادرة، وأنا أكيدة إنه رح نشوف مبادرة هائلة من هذه المبادرة. بحب إنكم تستفيدوا من كل معلومة عم تنعطها خلال هذه المحاضرات، لأنه هذه المحاضرات مش بس بتقدركم لتصيروا معلمين خبراء مبدعين، بل هذه كمان بتساعدكم أكثر وأكثر لتعرفوا المعلمين حول العالم شو هي آخر التحديثات اللي عم يستخدموها، شو هي الأدوات، كيف عم يفكروا، كيف عم بيعملوا ديجيتال ترانسفورميشن، تحول رقمي للصفوف تبعيتهم، للبروسيس تبعيتهم، لكن شيء عم يستخدموه داخل الصف أو خارج الصف. ما بدي أطول عليكم أكثر من هيك، سوري أنا كان لازم أكون معكم دايركت، بتأسف أنه أنا مش قادر أكون معكم، بس هذا الفويس نوت إن شاء الله يوصلكم وبالتوفيق يا رب. ألف شكر للمهندسة لدعمها المتواصل لشركة مايكروسوفت. كذلك يشرفنا اليوم وجود المهندس محمود ناصف، بروجكت مانجر آت مايكروسوفت، مدير إدارة المشروعات مايكروسوفت مصر. موجود معنا أستاذ محمود؟ لسه ما وصلش يا أستاذ سالو، بتواصل معاه، أنا ما وصلش لسه. طيب تمام، في حالة وصوله يتفضل الأستاذ محمود. زملائنا الأعزاء، اليوم معكم مدربينا الكبار، يسعدنا ويشرفنا وجودهم معنا اليوم. المدربة المتألقة الأستاذة نجلاء فتحي عبد السلام، عضو فريق أوفيس 365 سوهاج، مدرب معتمد من مايكروسوفت، معلم خبير مبدع على مدار 5 سنوات، سفيرة منصة وكلت العالمية، موجهة لغة إنجليزية، مسؤولة منصة أدمودو وسيسكو بإدارة جرجة التعليمية. وكذلك يشرفنا وجود المدرب المتألق الأستاذ شحاتة سعد عبد الرحيم، عضو فريق أوفيس 365 سوهاج، المنسق العام وعضو لجنة التحكيم بالأسبوع العربي للبرمجة، معلم أول لغة إنجليزية، معلم مبدع خبير معتمد من مايكروسوفت منذ عام 2017، قام بتمثيل مصر في المنتدى العالمي لمايكروسوفت E2 عام 2018، سفير منصة وكلت وسفير منصة T4 التعليمية. معنا سنبدأ حوارنا اليوم بإذن الله مع أستاذ شحات. تفضل أستاذ شحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف شكر أستاذة سلوى على المقدمة الرائعة دي، وتحياتي لكل الحضور الكرام، ونتمنى يعني لقاء متميز واستفادة للجميع للحصول إن شاء الله على لقب مايكروسوفت خبير. تحياتي أيضا للمهندسة يعني سولان جاردور، ونتمنى
التوفيق لها دائما ان شاء الله. وتحياتي ايضا للاب الروحي للمايكروسوفت مصر باشمهندس محمود ناصف، وتحياتي يعني دائما للجميع بالتوفيق. انقل يعني لحضراتكم طبعا تحيات فريقنا المتميز، فريق اوفيس 365 سوهاج، ونتمنى ان شاء الله للحضور الكريم الاستفاده مما سنقدمه لكم اليوم انا و يعني زميلتي الاستاذه نجلاء فتحي. وشكرا للاستاذه سلوى على هذا التقديم مره ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. سنبدا مع حضراتكم اليوم لقاء المعلم الخبير. في البدايه يعني البعض يقول ان هناك فاضل يعني ايام قليله على انتهاء فتره التقديم. بالفعل هناك فتره قليله، ولكنها يعني تحتاج فقط منا بعض الحماس لاستكمال هذا الترشح، لاني اعلم ان الكثير من الزملاء يعني ما زال يعني متخوف من التقدم. انا مش عارف اقدم، انا يعني ما عنديش شهادات كافيه للتقدم، انا ما عملتش شغل كثير، ولكن يعني الجميع يعني يستطيع التقدم، وذلك هناك فرصه كبيره اكثر من 7 ايام للتقدم. يعني ليس على الصعب منا ان احنا نقوم بعمل سوي ونحط فيها انجازاتنا، وده ان شاء الله هيكون من يعني اجنده اللقاء ان شاء الله في نهايه اللقاء، ربنا سهل يعني العمل على سوي. ابدا مع حضراتكم طبعا اجنده اللقاء اليوم ان شاء الله، يعني هكون مع حضراتكم اول حاجه شروط التقدم للحصول على معلم مايكروسوفت خبير. ثانيا ايه الدور اللي منوط به المعلم الخبير في حياته الاجتماعيه وفي حياته العمليه مع الزملاء ومع الطلاب. ايضا مزايا الحصول على لقب معلم خبير، يعني ايه الافاده اللي هترجع لنا من ان احصل هذا اللقب العالمي طبعا. بعد كده هناخد الدخول والتسجيل على منصه مايكروسوفت ليرن اللي حاليا طبعا استبدلت بدل من منصه مايكروسوفت ادوكيتور سنتر. بعد كده ان شاء الله هناخد طبعا ازاي نستكمل استماره الترشح، سواء يعني اول مره للتقدم او لمن يريد التجدد. وان شاء الله ان كان هناك وقت في اخر اللقاء سنقوم ب يعني عمل سوي. طبعا الزملاء طبعا يعني في المبادره الماضيه مشهورين جميعا، قاموا بشرح منصه مايكروسوفت لين وعمل سوي وان درايف، جزاهم الله خيرا. اليوم يعني مجرد يعني يعني تذكره بما تم تقديمه، وايضا يعني بس روح الحماس في الزملاء اللي لديهم التخوف ما زال حتى الان من التقدم لهذه يعني الحصول على هذا اللقب الكبير. شروط التقدم معلم خبير، مش عايز اطول في الجانب النظري، يعني طبعا يبدا من 15 مايو حتى 7 يوليو تمام. يعني لازم تكون عندك انضمام الى يعني موقع مايكروسوفت ليرن وانشات ملف تعريفي لك. وايضا سنحتاج يعني كما سنشرح لحضراتكم بعد قليل ان احنا نعمل يعني ننزل ترانسكريبت بتاعتك او يعني صوره من انجازاتك ونضمنها ان شاء الله في ملف التقديم. ايضا هناخد نسخه من يو ار ال بتاع حضرتك من الموقع، وده ان شاء الله هنعرض لحضراتكم، بحيث هذه الامور ستحتاج ان شاء الله لاستكمال هذه الاستماره الخاصه بالترشح. ايضا يجب التاكد من حصولك على شارات مايكروسوفت ادوكيتور، وهنوري حضراتكم ان شاء الله ازاي تحصل على هذه يعني البجات وهذه الكورسات، سواء بقى يعني يعني هذا العمل من حضرتك او ان احنا هنبدا حضراتكم اكواد لتفعيلها من خلال المدرب. وايضا طبعا هنحتاج برضو ما ننساش ان احنا عشان يعني نثبت كلام ده عندك محتاجين طبعا ادله وحاجات تدعم هذا الامر من خلال طبعا عمل سوي مثلا او فرق على التيمز. الهدف منها طبعا ان يثبت ان انا الحاجات ده عندك ما اقوله قمت به بالفعل. دور طبعا المعلم الخبير طبعا يعني دور كبير جدا، يعني اول حاجه اعتماد ممارسات التدريس الحاليه طبعا قائمه على الابحاث، انه بياخد اخر حاجه طبعا يعني تم الوصول اليها في مايكروسوفت، بيتم الحصول عليها والتدريب عليها ثم نقلها الى الزملاء في العمل او الى طلابك في المدرسه عندك. ايضا دايما يعني النظر الى مجتمع خبراء مايكروسوفت انه مجتمع تعليم احترافي. لو حضرتك ان شاء الله حصلت على اللقب ان شاء الله هتنضم الى مجتمع مايكروسوفت الخبراء العالمي، وده طبعا مليان بالخبراء في كل المجالات الموجوده عندك في مايكروسوفت يعني ليرن، فطبعا استفاده كبيره جدا لحضراتكم. طبعا ينظر اليهم انهم قاده في مدرستهم ونظام المدرسه، يعني يكفي قال هذا الشخص او هذا المعلم
او هذا الادوكيتور حاصل على لقب معلم خبير، فيعني هذا اللقب يعطيه يعني الكثير من يعني الشرف اولا، ثم يعني من خلال الشرف ده من خلال ما لديه من معلومات ولديه من خبرات في مجال التكنولوجيا ومجال العمل، ايضا يعني دعم الاخرين في مجال عملهم عنده. يعني في برضه امر اخر، يعني ايه مزايا الحصول على لقب معلم خبير؟ يعني لما ابقى معلم خبير ايه اللي هاخده؟ يعني اول حاجه طبعا اجتماع الالتحاق بمجتمع مايكروسوفت المعلمين، يعني عندما يتم ترشيحك لي وارسال ان شاء الله خطاب التهنئه لحضراتكم على الايميلات اللي تسجلتوا بيها، ان شاء الله يعني بيتم مباشره يعني ارسال رساله لك منها انك انت بتنضم الى مجتمع خبراء مايكروسوفت، سواء بقى عليه على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه. الموقع طبعا ده مليان بالخبراء اللي انت تقدر تبادل معاهم كل المعلومات. المشاركه في طبعا في المنتديات العالميه، ويمكن اكثر حاجه بتمنا احنا كمعلمين المنتدى العالمي للمعلمين الخبراء اللي هو يسمى E2، اللي هو اختصار Education Exchange، يعني ايه دبل اي يعني ايه، اولى اختصار Education، الثاني اختصار Exchange اللي هو تبادل المعلمين عندك. طبعا اقصد بالتبادل هو تبادل الخبرات بين المعلمين، وده طبعا يعني شرف كبير جدا، وبيتم في كل عام في دوله مختلفه. يعني انا يعني في ناس من زملائنا راح كندا، وبنتين راح باريس، وراح سنغافوره، ولكن طبعا العام الماضي طبعا كان يقام طبعا زي ما حضرتك عارفين يعني اونلاين او بشكل افتراضي فيرتشوال، طبعا افتراضي طبعا لوجود طبعا يعني عافانا الله عافاكم من يعني جائحه كورونا، اللي ان شاء الله يعني نتمنى انها تكون انتهت عند الجميع، ويبدا مره اخرى يعني الناس تسافر وتحصل على هذا يعني الشرف الكبير وتمثيل بلادها. طبعا هذا اللقب ايضا يمنحك الحصول على الكثير من المزايا والمنح التعليميه المجانيه من شركه طبعا مايكروسوفت. هناك طبعا كثير من الحزم والبرامج اللي يعني ترسل الينا كمعلمين خبراء على الايميلات بتاعتنا طبعا، وبيكون يعني دعم وبرامج وحاجات كده عندك زي ما بقول كده ريجسترد عندك كده هو تمام، وكل ده طبعا بشكل مجاني يعني كهدايا للمعلمين الخبراء. واعتقد العام الماضي طبعا تم تكريمهم على مستوى يعني الجمهوريه كلها طبعا، فاتمنى ان شاء الله يعني يعني التوفيق للجميع في هذا الامر. الان ان شاء الله يعني ندخل بعد هذه الشرح ان شاء الله على منصه مايكروسوفت لير، طبعا يعني اليو ار ال بتاعها عندك. طبعا هناخد ان شاء الله بعض الامور راح نناقشها، تسجيل الدخول اول مره تمام، كيفيه الحصول على الدورات في المسارات لكي تحصل على بجات ونقاط، كيفيه الوصول الى الانجازات وادخال كود استرداد. يعني مثلا حضرتكم مثلا بنشوف عندك يعني على التليجرام او الواتساب او الفيسبوك او الماسنجر، كل الناس عندك عماله تبعت لبعضها كود انجازات، يعني طب ازاي ادخل الكود عندك واحصل على البادج او احصل على الشهاده عندك. برضه هناخد برضه من مطلوب من الحاجات اللي في الاستمارة ترشح ان احنا هنعمل داونلود لترانسكريبت بحارتك، ملف الصوره من انجازاتك، ونعمل لها رفع على الوان درايف ونعمل مشاركه عندك، وبرضه نحط رابط مشاركه في العمل بحارتك او ترشح. هناخد ان شاء الله كيفيه الوصول الى الكود خاص بيك، وكيفيه يعني ربط ملف الخاص بيك عندك، والكلام ده هناخده عامل ان شاء الله. اخر حاجه ان شاء الله هيكون مع حضراتكم طبعا يعني جزء بعد هذا الليل ان شاء الله، هتكون معاكم ان شاء الله الزميله هتشرح بعد زي الاستاذه نجلاء بعد زي بعد يعني اناقش ان شاء الله مع حضراتكم منصه ليل. الان يعني ساترك المجال الى الجانب العملي، ونبدا ان شاء الله كيفيه الدخول الى موقع مايكروسوفت ليل. يعني على اي متصفح طبعا بنذهب الى موقع مايكروسوفت ليرن، ونكتب طبعا سواء باللغه العربيه او اللغه الانجليزيه ما يتعلق بالعنوان بتاعنا مايكروسوفت ليرن. اتمنى ان شاء الله طبعا يعني النت يعني يوفق معنا ان شاء الله. تمام، على اي متصفح حضراتكم بنكتب ايه، يعني اكثر من طريقه للدخول، اما نكتب مايكروسوفت لير بالانجلش او حتى باللغه العربيه مايكروسوفت لير، او يكتفى فقط بكلمه لير. كل ده حضراتكم طبعا يعني يستطيع، كلها طبعا يعني بتوصلنا ان شاء الله الى نفس النتيجه، هي هذا اليو ار ال او هذا العنوان او المقترح ضغط عليه اللي هو لير مايكروسوفت دوكيومنتس عندك. تمام، وهذا الرابط ان شاء الله هياخذنا طبعا الى الهوم بيج او الصفحه الرئيسيه لموقع ومنصه مايكروسوفت لير، اللي هي طبعا يعني كانت موجوده من قبل،
حتى العام الماضي برضو كان مطلوب منا في استمارة الترشح ان احنا يعني نذكر هل لدينا حساب على الليرن. اذا كان لديك حساب كان بيطلب من حضراتكم ان احنا نكتب مثلا يعني كم شهادة حصلت عليها او كم عمل انجزته، بالاضافة طبعا الى مايكروسوفت ادوكيتور سنتر. هذا العام طبعا يعني من حوالي اسابيع قليلة يعني جات لنا رسائل على الملف بتاعتنا من شركة مايكروسوفت ان هم بينبهوا علينا انه هيتم ميجريت او دمج للموقع موقع مايكروسوفت ادوكيتور سنتر الى الموقع الجديد او منصة مايكروسوفت لير. احنا النهارده بنبدا ليه عندك بالليير مش استمرار، لان طبعا يعني لازم في حاجات مطلوبه مننا ان شاء الله ان احنا نستكملها وناخدها من موقع ليرن عشان خاطر نكمل بيها منصه سوري استماره ترشح، وزي احنا لازم نبقى بيها عندك. فطبعا اذا كان لديك حضرتك حساب عندك اوريدي تروح عندك على كلمه ساين ان وتعمل عندك ايه تسجيل دخول لحساب حضرتك طبعا. ولكن اذا لم يكن لديك يعني حساب تمام، طبعا يعني هنا اذا كان لديك حساب طبعا حضرتك بتدخل الحساب اللي انت يعني اوريدي اشتغلت بيه تمام. اذا لم يكن لديك حساب طبعا بتروح عندك هنا وتقول له كرييت وان. خلي بالك يا جماعه طبعا اذا كنت الاول مره يعني حضرتك معك حساب مثلا يعني قبل ذلك على حساب معين على مايكروسوفت ولكن ليس على لير معنا، فانت لو كتبت عندك ممكن مش هدخلك عندك على لير. خلي بالنا انك انت تكون بالفعل عملت حساب على مايكروسوفت لير. احنا نضغط يا جماعه على كلمه كرييت وان، لان يعني هفترض ان انا مش معايا حساب على مايكروسوفت لين، فهضغط على كلمه كرييت وان او يعني انشئ حساب جديد على مايكروسوفت لين. طبعا بيقول لي طبعا دي بعض الاقتراحات تمام، انا هقول لا كرييت نيو وان، مش عايز الحساب اللي عندي اللي موجود انا، بس يعني انا معايا اكثر من حساب طبعا، ولكن طبعا زي ما قلت لحضراتكم انا بس بحاول ان احنا يعني نجرب كده حساب معين جديد تمام. فانا هاخد مثلا الحساب ده تمام وهحاول ان انا يعني ادخل بيه كحساب يعني لاول مره تمام. اقول بقى نيكست طبعا، يعني لو الحساب عندك صحيح طبعا بيقول طبعا انا لسه الحساب طبعا ده يعني مجرب عندك من شويه طبعا، فهنا ايه يعني بيقول لي اشوف بقى حساب تاني عندك فيه تمام. فلازم طبعا يا جماعه يكون الحساب طبعا يعني اول مره يعني بيكون فهجرب مثلا حساب تاني مثلا مكانه. يا جماعه بقى انا جربت بس حساب تاني شخصي وبطلب مني افتح حساب شخصي، فانا جربت ايه هجرب حساب عندك تاني تمام. قول بقى ايه ساين ان، عايز احتفظ بالباسورد عندك اقول له سيف
يعني اذا كان استخدام شخصي لي عندك بعد ذلك، فانا هقول بقى سيف واستكمل باقي المطلوب مني عنه. تمام، انا طبعا الحساب طبعا ده انا كنت داخل بيه برضو من شويه برضو، تمام، والذكر خد مباشره على الحساب اللي انا يعني كريته عندك او انشات له. ولكن المفروض قبل ذلك يعني متابع حركه حساب لاول مره، المفروض بتطلع الاول مجموعه من الخيارات اسم حضرتك، وبعد كده ايه بتدوس حضرتك على نيكست، بيطلب منك يعني اختيار وظيفه حضرتك والحاجات اللي انت مهتم بيها على الموقع، ويعني مستوى حضرتك بيجنر او متقدم، الحاجات دي كلها طبعا يعني بيطلبوا منك في الاول حتى تصل الى مين؟ الى هذه النافذه الموجوده عندك. طبعا هنفترض يا جماعه ان ده حساب لاول مره، تمام؟ فهنا طبعا ظاهر لي الشاشه عندك الرئيسيه طبعا، وهذا الامر اعتقد يعني الزملاء قبل ذلك شرحوه بالتفصيل. فيعني اليوم يعني مجرد بس ان احنا هنستعرض بوجه عام ما يتعلق بمايكروسوفت ليرن كما ذكرت حضراتكم، هناخد يعني نقاط بسيطه منه اللي هو الملف الانجاز وكيفيه عمل استرداد الاقواد وهكذا يعني. فانا يعني هطلع من هذا الحساب، لان طبعا يعني الحساب ده لسه يعني ماشيين اللقطة عندك بيطلع على طول، فما فيهوش اي اكواد ولا اي مزايا عندي. وهعمل ساين ان واحاول ادخل بحسابي الشخصي. انا حبيت بس لحضراتكم في البدايه اعرض كيفيه الدخول لاول مره، تمام، عليها على الموقع مايكروسوفت لين. وزي ما قلت لحضراتكم هطلب من حضرتك حساب، اسم الحساب وكلمه السر، تمام، ثم تقوم بعد ذلك بيظهر لك اسم حضرتك، وبعد ذلك هطلب منك بعض الخيارات كما ذكرت لحضراتكم، المواد اللي انت عايز يعني تتعلمها، بتفضل ايه عندك في الموقع. بعد ذلك مثلا زي ما قلت لحضراتكم هتختار مثلا المستوى بتاعك عندك بيجينر، عايز تشتغل فيه بيجينر ولا ادفانسد ولا، ثم حتى تصل هاي الى انشاء مين الحساب بتاعك. انا هخش يا جماعه بالحساب يعني اهل الحساب بتاعي، تمام، و حط الباسورد وقول بقى ساين ان. ساين ان المفروض يا جماعه عندك هتفوت مباشره الى الحساب يعني الشخصي او الحساب بتاعي على مايكروسوفت ليرن اللي انا شغال فيه يعني من فتره يعني مش بعيد عندك، تمام. وما يهمنا عندك في كله طبعا ده يا جماعه يعني دي مجموعه من الكورسات عندك اللي موجوده بالفعل، تمام، وكل كورس عندك موجود يعني اسمه نوع طبعا ليرنينج باس او موديل عندك او موديل. والفرق طبعا بينهم طبعا الليرنينج باس اللي هو يعني بسميه مسار تعليمي اللي بيشتمل بداخل على مجموعه من الكورسات، يعني عشان تخلص حارتك يعني محتاج بتاخد مثلا اول حاجه مثلا يقول لك التواصل مثلا، فبتاخد مثلا تيمز، بعد تيمز مثلا بيقول لك فليب جريد مثلا، بعديها مثلا كذا. عشان تخلص حارتك المسار ده كله لازم تاخد الدرجه بتاعته، لازم تخلص كل يعني الكورسات اللي داخل هذا المحتوى كانه باكج على بعضه عندك، تمام. احتاج طبعا تحت يا جماعه المده بتاعته، تمام، 5 ساعات مثلا و 1 مينت، تمام. وطبعا حركه بتخش عليه طبعا وتبدا عندك ايه يعني تشتغل فيه عندك. عايز تحفظه عندك للعمل بعد ذلك عندك، تدوس على كلمه سيف وهكذا. طبعا دي بعض المسارات اللي احنا شغالين فيها عندك. روح يا جماعه عندك على كلمه ليرن، تمام، يعني اللي يهمنا عندك العمل بتاعه كلمه ليرن، تمام. وكما ذكرت لحضراتكم برضو مجموعه من الكورسات عندك، انا في بعض الكورسات عندك بداتها عندك، تمام، وبيقول لي يعني الكورس ده عندك مثلا هيديك كم نقاط، 800 مثلا، ده مثلا كبير شويه مثلا هيديك مثلا سوري 9200، ده مثلا 1800 نقطه مثلا. كل بتعمل حركتك عندك بتروح طبعا بيقول لك يعني اذا كنت انت كملته او ما كملتوش مثلا، ده كملته مثلا، تمام، عايز تبداه مره ثانيه عندك تتعرف على المواد عندك، بتدوس بقى كلمه يعني استكمال عندك، تمام، يعني كلمه لزوم عندك، او انك انت مثلا يعني هنا ده ما كملتوش وصلت فيه 75%، تمام، ولو عايز تستكمله عندك ادوس بقى كلمه لزوم عندك واستكمل هذا الامر. بيديك عندك مجموعه من البيانات عندك والمعلومات، كل اللي بعمله عندك طبعا بيديك هنا نوع الاسم الكورس طبعا والدرجات بتاعته، ويديك في الاول نبذه عنه، ودايما بيدينا حاجه اسمها ليرنينج اوبجكتيفز، يعني من اهم مزايا الكورسات على يعني مايكروسوفت انها دايما بتعاملنا كان احنا معلمين. فانت حضرتك لما تحضر عندك درس او حاجه زي كده مثلا، حضرتك دايما بتكتب في الاول حاجه طبعا ليرن اوبجكتيف ايه اللي انا عايز اوصله في النهايه مين للمتعلمين، ايه بنهايه الحصه عندك مثلا عندنا كمعلمين في نهايه الحصه الطلبه يتوصلوا ليه عندك. فده عندك يعني دي
الحاجات الخاصة بال يعني الأهداف بتاعة الدرس، تمام؟ عايز مثلا التواصل عندك في استخدام مايكروسوفت تيمز، مثلا بشرح مثلا ازاي مايكروسوفت تيمز عندك بينقل الحوارات عندك والكوبريشن وهكذا عندك. طب ما تنساش طبعا يا جماعه عندك انه في بعض الزملاء طبعا يعني ما بيحبوش الانجليزي مثلا، او مستواهم في الانجليش مثلا يعني متوسط مثلا، تمام؟ فبتيجي تحت خاص يا جماعه عندك هنا كلمه انجليش، تمام؟ لو انا عايز اغير اللغه طبعا متاح طبعا لحضراتكم، بس طبعا يمكن يعني احنا عشان يعني احنا بنفضل الانجليزي طبعا، يعني فكل واحد طبعا يا جماعه بيختار اللغه المفضله. في ناس يعني مثلا معلمه الفرنساوي عندك عايزك تشتغل بالفرنساوي عندك، طبعا في اللغات دي عندك متاحه يعني ايطالي زي ما انت حضرتك عايز، روح عندك اختار كلمه مين اللغه العربيه حضرتك بتديك الخيار اللي انت مين اللي انت عايزه. انا مثلا اللغه العربيه مثلا هضغط عليها، تمام؟ هيغير لي بقى اللغه ايه بتاعه مسار التعلم اللي عندك الى مين، الى اللغه العربيه عندك، تمام؟ بيقول لي في بعض احيانا بعض الحاجات عندك ما بتبقاش متاحه باللغه العربيه عندك، تمام؟ فيعني بتبقى موجوده عندك بالانجلش زي ما عندك، ف يعني احتار اتعامل معاها زي ما عندك. فانا يعني لو عايز استمر عندك باللغه العربيه ماشي عندك، عايز بقى ايه معلش يعني هرجع تاني للغه الانجليزيه يا جماعه، تمام؟ فحضرتك زي ما انت عايز تختار عندك اللغه اللي انت هتمشي ايه اللي انت هتمشي عليه عندك، بتختارها ايه براحتك يعني، تمام؟ عايز ابدا المسار عندك حضرتك بتدوس كلمه ستارت عندك، وتبدا ايه ياخدك بقى في الوحدات عندك، تنتقل من وحده لوحده حتى تصل الى نهايه الدوره، يقول لك في الاخر بقى كونجراتيليشن عندك. برضه حضراتكم برضه يعني عن النقطه اللي بعد ذلك اللي هي يعني ازاي اوصل الى يعني هعمل اول حاجه عندك ازاي اوصل الى ملف الانجاز بتاعي عندك، واعمل الترانسكريبت عندك او اعمل تحميل ترانسكريبت عشان زي ما حضراتكم الحاجات دي عندك مطلوب مننا ان نوصل عنها. وبضغط يا جماعه على كلمه عندك على الاسم بتاعه وكلمه بروفايل، تمام؟ يظهر لي يا جماعه قدام حضراتكم يعني الصوره بتاعتي طبعا، والبادجات اللي حصل عليها، والتروفيز اللي هي الكؤوس اللي حصلت عليها، والفولورز والفولوينج عندك، يعني مختلف الامور اللي انا حصلت عليها من خلال موقع مايكروسوفت اللي هو يعني ليرن، وكمان بيديني كمان الليفل وصلت ليه عندك والنقاط اللي انا وصلت اليها طبعا. يعني الموقع بسيط جدا وسهل جدا، والكورسات يا جماعه يعني الحصول عليها سهل جدا ومفيده لدرجه كبيره جدا، بس احنا يعني يعني لا نكتفي فقط ان احنا بنعمل عندك يعني يعني مجرد قراءه كده عابره ليها، لا ده بالحق بالعكس ده بيكون عندك في معلومات ومعلومات مهمه جدا، وكمان بتيجي عندك فيديوهات شرح عندك للميزه مثلا بتاعت تيمز، مثلا ازاي تعمل مثلا تطول على تيمز، ازاي مثلا تعمل فورمز، ازاي تعمل مختلف الحاجات عندك، فبيكون في فيديوهات مدعمه لذلك، يا ريت نسمعها ونهتم بها يا جماعه حضراتكم. بعد ذلك يا جماعه عندك عشان بس ما اطولش حضراتكم، انا عايز اوصل الى يعني انا هبدا اول حاجه يا جماعه عندك لو انا عندي كود وعايز افعله، ناس كتير جدا عندك بتنشر اكواد عندك للزملاء عشان يقول لك خش بقى ايه الكود بتاعي عندك ايه، ده الكود بتاعي عندك خش فعله. فبنضغط يا جماعه كلمه 2 اتشيفمنتس اللي هي انجازاتي، تمام؟ بيظهر لي يا جماعه عندك كلمه ايه احتاج كلمه ايه ريديم يور كود ناو. لو انا زميل عمل تدريب، تمام؟ واداني وادى اكواد للتدريب زي ما احنا ان شاء الله مع حضراتكم في اخر الدور او اخر اليوم النهارده ان شاء الله انا ومس نجلاء، يعني قدمنا حضراتكم يعني بعض الاكواد يعني بتديك نقاط، يعني ايه فائده يعني الاكواد ده؟ طبعا بتديك نقاط وبجات على الموقع عندك، يعني احيانا عندك زي ما قلت لحضراتكم مطلوب الترشح مثلا انك انت تحصل على ساعتين تدريبيتين او نقاط معينه، فاحنا يعني اما حضرتك بتخش تعلم ذاتي وتاخد عندك كورسات، تمام؟ او ان احنا حضرتك ممكن مثلا عشان الوقت عندك ممكن حضرتك مثلا تاخد اكواد من الزملاء وتعملها عندك في اتشيفمنت او انجازات ريديم اللي هو استرداد، تفضل حضرتك كلمه ريديم، وحضرتك بقى بتدخل بقى الاكواد عندك، تمام؟ اللي بيدالك عندك المدرب في المكان ده عندك، تمام؟ وتقول بقى كلمه مين ريديم، يعني ان شاء الله بس حضرتك هدي حضرتك مثلا اكواد مثلا بتكون مثلا بالمنظر ده يا جماعه عندك طبعا، يعني وحضرتك بتضغط عليه يعني او هديك مثلا اللي بتعمل عندك نسخ للكود عندك، وتروح حضرتك في مكان الاسترداد عندك وتقول له بقى استرداد او ريديم عندك. احيانا عندك يا جماعه عندك يعني بنلاقي ناس ثانيه لا ده مش عامله مش بتعمل عندك تفعيل للكود بتاع الاسترداد عن طريق الرمز، لا ده في ناس عندك بتعمل يا جماعه مين؟ بتاخد حاجه يعني اليو ار ال او موقع او سوري او لينك معين عندك، حضرتك مجرد الضغط عليه عندك تلاقي كده الناس عاملاه على الواتس او على الماسنجر مكتوب كده يعني علامه مايكروسوفت، بيقول لك ايه بقى ايه تحت ملف التعريف، بالضغط عليه عندك بس يعني بيكون طبعا في اخر اهو نفس الكود عندك، وهو يا جماعه يعني نفس الكود عندك هو نفسه عندك اخر حاجه فين
في اللينك او الرابط عندك. حضرتك يعني بدل ما تخش على يعني على الـ على الـ سوري على الاستبداد عندك، تمام، هنا عندك وتقول بقى ريديم، لا حضرتك بقى مجرد بس الضغط على مين، على الرابط اللي هو ده، تمام، بياخدك مباشره يا جماعه عندك فين، وديت عندك انجاز مباشره عندك يعني. فدي طريقه ودي طريقه عندك يعني. مثلا احنا النهارده مثلا يعني هديكم الاثنين ان شاء الله، الكود والرابط، وحضرتك عندك تستخدم اللي انت عايزه فين في عمل يعني استرداد لانجاز عندك. يبقى الاسترداد كود انجاز من المدرب، بضغط على الصوره بتاعتي ثم على فايل، ومن فايل اختار achievements او انجازات. انا بحكي عربي انجليزي ما عندك عشان يعني الزملاء يتواصلوا معنا برضو، فبحكي achievement انجازات، واختار بقى ايه منها كلمة redeem your code، تمام، اختار منها كلمة redeem your code، ومنها تمام تضغط عليه عندك واختار الكود عندك. ده يا جماعه يعني ليه حضراتكم عندك. الحاجه الثانيه يا جماعه هشرحها لحضراتكم بسرعه برضو، هي مهمه جدا جدا، هي ايرون ترانسكريبت او صوره نسخه الانجازات لحضراتكم. تضغط حضرتك على الصوره بتاعتي على بروفايل، تمام، وضغط على كلمه ترانسكريبت، تمام، بيفتح يا جماعه عندك مين الترانس يعني كل انجازات عندك، بيديك اول معلومات شخصيه عن حضراتكم، تمام، واليوزر نيم اسم حضرتك او الكود بتاع حضرتك التعريفي والايميل الداخل دي، وكمان بيقول لي بقى يعني مثلا عدد كمثال مثلا عدد المديولات اللي انا كملتها، وكمان قضيت كم ساعه عندك فيها. بعد كده عندك يا جماعه يديك بقى ايه مديولات، بيديك طبعا يعني اكثر من حاجه عندك فيها، بيديك التايتل عنوان والوصف بتاعها، يعني امتى كملته، وكمان الدوريشن او المده بتاعت عندك يعني. الهم يعني يا جماعه عندك عشان انا عايز بقى ايه، عايز اخد نسخه من ده عندك واحطه في الترشح بتاعي زي ما هتشرح لنا ان شاء الله المسند ده. فضلت يا جماعه كلمه برنت عشان ما تنسوش حضراتكم، تمام، هي الطباعة، تمام، بيحمل عندك يعني الملف بتاع الطباعة عندك. طبعا ده بيكون ان شاء الله يعني لما تشوف ضغط عندك بينزل على الجهاز بتاعنا كملف بي دي اف، هتنصب حضرتك عندك ديستنيشن مايكروسوفت برنت بي دي اف، فهيحول لي انجازاتي على الموقع الى بي دي اف عندك، بيديك طبعا دي البريفيو او معاينه دي، تمام، وبيقول لي بقى ايه تحت برنت، تمام، اضغط على كلمه برنت يا جماعه. برنت طبعا مش هتبعه له بس هيقول لي ايه، هياخد طبعا لي صوره عندك الى يعني الى الجهاز بتاعي. فانا هعمل ايه بقى يا جماعه عندك، المفروض طبعا دلوقتي ان انا هسمي الفايل مثلا اللي هي مثلا هسميها حتى بالعربي، تمام، انا مثلا هحفظه فين، وهسمي المعلم مثلا الخبير مثلا 2020، تمام، وهي بقول يا جماعه عندك هتحفظه فين بالظبط عندك، فانت طبعا بحدد يعني مكان الحفظ انا عايز احفظه فيه، ويعني بحيث ان انا ان شاء الله لما يعني يعني هعمل كده يا جماعه عندك، تمام، فانا انا هحفظه مثلا في المكان يا جماعه عندك، تمام، التيمز عندك في اسم المبادره اللي عاملها النهارده، تمام، يعني المبادره النهارده انا والاستاذ مصطفى يعني يعني استاذ مصطفى يعني ربنا يعفو عنه طبعا، يعني نتمنى له كل الشفاء وندعو طبعا له العافية دائما، ويعني دائما ان شاء الله في خير وسعادة ان شاء الله. فنضغط على كلمة حفظ، تمام، هحفظه طبعا يا جماعة مين كملف بي دي اف عندي، تمام. ده يا جماعة كيفية الحصول على يعني ملف الانجاز بتاعي اللي انا او نسخة عندك من اعمال عندك اللي انا ايه مطلوب مني ان شاء الله في ملف ترشح بعد ذلك ان انا ايه يعني هعمله عندك. بعد كده كل هعمله يا جماعة عندك هروح عندك على الوان درايف بتاعي، تمام، من عندك يا جماعه عندك عايز اعمل شير او اخد بقى رابط للحاجات النسخه اللي انا نزلتها بتاعه الترانسكريبت ده يا جماعه عشان السج الرابط ده فين داخل الملف بتاع الترشح. فبفتح يا جماعه عندك طبعا كنت فاتح طبعا الحساب بتاعي، تمام، وافتح بقى الوان درايف، طبعا انا فاتحه مجازا مثلا يا جماعه عشان الوقت، وافتح مثلا يا جماعه اعمل مثلا هنا ايه يعني فولد جديد، تمام، واسميه مثلا المعلم مثلا خبير، معلم خبير 22، تمام، واقول بقى كرييت، تمام، ويظهر لي يا جماعه عندك في الملفات اللي انا يعني منشئها، تمام، معلم خبير 2022 عندك يا جماعه، تمام، وافتح عندك هذا الملف واقول بقى ايه ابلود، انا عايز بقى اعمل يا جماعه اعمل تحميل للملف بتاع الانجازات عندك بتاعي،
فاروح طبعا يا جماعه يعني اعمل بقى سيرش عندك وبحث واشوف بقى ايه فين اللي انا الملف ده انا وضعته فين. تمام، فانا طبعا يعني بدور في المكان هنا على الملف، انا حاطه طبعا في مبادره معلم الخبير. تمام، هتلاقي يا جماعه عندك هنا ايه، ادي هنا المعلم الخبير 2020 عندك محفوظ كملف بي دي اف. اقول بقى اوبن عندك، ثم يعني اعمل له يا جماعه مين يعني رفع، يبدأ عندك يعمل ابلود عندك على الموقع طبعا، طبعا يعني حسب سرعة النت اللي عند هارتك. تمام، تمام كده تحمل معايا ما عندك. تمام، يعني ارجع الصفحة اللي قبليها. تمام، او ان اعمل عندك ممكن اعمل مشاركة للملف نفسه عندك او للفولدر نفسه زي ما حضرتك بتحب اللي انت عايزه عندك. تمام، ارجع ما عندك اعمل زي مشاركة عندك للملف او الفايل. تمام، اضغط يا جماعه عندك 3 نقاط واقول له بقى ايه كلمه شير او مشاركه. تمام، ويظهر لي الخيار عندك الاتي، عايز تعمل شير بقى ايه ليه بالظبط. طبعا بيقول هنا ان 1 وذ لينك الايدي، طبعا يعني لو انت عايز تعمل مشاركه الناس اللي هي اللي شارك معاك عندك ان هي تشارك او تعمل ايديت تعدل في الملف بتاعك عندك، هتسيب عندك الخيار عندك الله ايديتنج زي ما هي. عايز تغير عندك اجي بقى ايه يعني اني تشيك او اشيل بقى العلامه اللي جنب مين الله ايديتنج. تمام، واقول له بقى مين يا جماعه ابلاي عندك كده. اي حد مع اللينك هيقدر بقى بس فيو يشوف بس ما يعدلش مثلا على الملف بتاعي. واقول له يا جماعه مين كوبي، خد لي بقى نسخه من الملف ده عندك. تمام كده يا جماعه عملت ايه شير او خدت كوبي عندك او هعمل كده ايه شيرت مين الملف ده عندك، اقول له كوبي. تمام، وروح يا جماعه طبعا مثلا في اكون محضر مكان معين مثلا. تمام، شريحه مثلا فاضيه مثلا، اعمل مثلا ملف وورد مثلا، يا ريت يعني تبقى عامل مثلا كده عندك معين يا جماعه وتحط فيه العمل بتاعك، وخصوصا هم الحاجتين يعني اكثر من حاجه ممكن تحتاجها. مثلا عايز تعمل ملف سوي للانجاز بتاعك، هتاخد الرابط بتاع الترانسكريبت. تمام، هتعمل مثلا اليو ار ال بتاعت الموقع بتاعك، كل الجماعه حاجات دي عندك تبقى حاطط كاتبها كده في مكان معين ومسميها عشان ما تتلخبطش. ده مثلا رابط ايه؟ رابط مثلا الانجاز بتاعك. تمام، تعمل شريحه ثانيه مثلا او على الوورد مثلا حاول تسميها مثلا ايه؟ رابط الصفحه بتاعتك. تمام يا جماعه عندك يعني بسرعه كده هرجع تاني للموقع بتاعنا. تمام، وقت هنا يا جماعه يعني هختم لوقت بيه الموقع ده عشان ما اقولش حضراتكم لسه قدامنا عمل كتير. عايز يا جماعه اللي هي بقى يو ار ال، ربنا بقى تيجي بقى يو ار ال الصفحه بتاعتك، تروح عندك على الملف بتاعك ممكن يبقى عندك من فايل، وضغط هنا عندك الخيار هنا فوق عندك عنوانك، او ان اروح يا جماعه على سيتنج. وفي سيتنج يا جماعه هتلاقي اول حاجه عندك الاعدادات بيرسونال انفورميشن يوزر نيم، طبعا ده اليو ار ال بتاع حضرتك، تاخد حارتك برضه كوبي. تمام، وده الكود بتاع حارتك لو عايز حد يعمل لك متابعه عندك بتديه طبعا للزميل عندك، وبيخش عندك الزميل على حاجه اسمها كيو اند اي بيلصق عندك الكود عندك ويعمل لك ايه متابعه، وحارتك برضه تعمله مين متابعه بهذا الشكل. ماشي مع طلعت حضراتكم ومعانا دلوقتي يعني دول اهم 3 حاجات يا جماعه ذكرناهم، ازاي تعمل استرداد لكود، ازاي تعمل ملف انجاز بتاعك عندك او ترانسكريبت تعمله بقى ايه حفظ على الجهاز بتاعك تنزيل بعدين ترفعه على الوان درايف وتعمله شير عشان مطلوب منك تلصق هذا الشير او هذا الرابط. وايضا اتكلمنا برضو على ازاي ان احنا نعرف عندك اليو ار ال بتاعنا ونوصل له ازاي، وكذلك مين الكود الرابط ده يا جماعه عندك هناخده برضو ايه حضرتك تاخد كود عندك وتحتفظ بيه برضو انك انت مطلوب منك في استمارة الترشح تذكر الاثنين دول اليو ار ال بتاع حضرتك ويجيب عندك من ملف او من سيتنج الاثنين ماشي. ثم الامر الثاني ان حضرتك تعمل ملف انجاز من مره ثانيه من ملف بروفايل. تمام، ترانسكريبت، وتبدا حضرتك برضو مره ثانيه تعمل بقى ايه برنت طباعه وتنزيل للملف على الجهاز بتاعك. تمام، مره ثانيه برنت اهي انجازات برنت، تعمل تنزيل عندك للجهاز بتاعك ثم تاخد نص عندك تطلع. لو حضرتك ما عندكش يعني الخبره ازاي ترفع ملف عندك على الوان درايف، اكيد اي حد زميل لك في المدرسه عندك او تتواصل معاه عشان يستطيع يساعدك في هذا الامر ان شاء الله. يعني اطلع حضراتكم اعتذر، ومعانا ان شاء الله دلوقتي الاستاذه يعني مبدعتنا الاستاذه نبلاء فتحي اللي ان شاء الله يعني هتتحدث مع حضراتكم كيفيه الترشح لاول مره، ثم نتحدث بعد ذلك ان شاء الله عن الترشح لتيدي. تفضل استاذ نبلاء. احسنت مستر شحات على شرح اكثر من رائع. الله يخليك استاذ، تفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
إن شاء الله أنا هكمل معاكم الجزئية الخاصة بالتقديم للمعلم الخبير، هكون معاكم في الجزئية دي إن شاء الله، اللي هو المعلم الخبير إزاي يقدم لأول مرة لو أنا معلم عايز أحصل على لقب معلم خبير من مايكروسوفت. أستأذنكم هشير الشاشة وإن شاء الله نبدأ معاكم. معلش كده الشاشة تمام معاكم؟ تمام تمام سلام. هنبدأ كده إن شاء الله نجاوب على السؤال اللي هو دايماً كتير مننا بيبقى عايز يعرفه، هو إزاي أنا كمعلم يمكن لم أستطع التقديم لمعلم خبير خلال السنوات الماضية، ودلوقتي أنا عايز أقدم على أو أحصل على لقب معلم خبير من مايكروسوفت. احنا ان شاء الله باذن الله هكون معاكم في الجزئيه دي، واتمنى ان شاء الله تستفيدوا منها، وان شاء الله التقديم للمعلم الخبير يبقى سهل ويسير، وان شاء الله كل الحاضرين باذن الله يحصلوا على لقب معلم مبدع خبير من مايكروسوفت. يمكن في البدايه بس هسترجع معاكم كلام من استاذ شحاته اللي هو بدا معاكم بليرن. طبعا احنا علشان انا ابقى معلم مبدع خبير من مايكروسوفت لازم يبقى عندي حساب على مايكروسوفت ليرن، وده تناوله طبعا مستر شحاته في الجزء الاول، تناول اكثر من رائع، لان احنا بنحتاج من المايكروسوفت ليرن زي طبعا ما اتشرح ان انا هاخد الترانسكريبت زي ما احنا كده شفناه في الجزئيه اللي لسه شارحها، وهاخد اليو ار ال لان دول بحتاجهم في الاجابه على الاسئله اللي هتطلب مني. طيب انا كده كمعلم مبدع او عايز احصل على اللقب عملت حساب على مايكروسوفت ليرن وبقى عندي حساب. طيب دلوقتي ايه المطلوب؟ المطلوب انك لازم تحصل على كورسات، لازم تحصل على شرات. الكورسات دي لازم تتعدى الساعتين، او ممكن ان انت تستمع لمحاضرة من معلم أخذ لقب مبدع خبير، طبعا برضو محاضرة لمدة ساعتين، في الحالة دي انت هتجتاز الخطوة دي. طيب وبعد كده، بعد كده طبعا انا بدخل على الموقع ده اللي هو في أسئلة او التقدم للمعلم المبدع الخبير اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي. وعشان أنا أبقى معلم مبدع خبير لازم على الأقل أبقى يعني أبقى ناجح في لازم أدائين أو على الأقل اتنين من الأداءات اللي هي المايكروسوفت. إحنا طبعاً عارفين أدوات مايكروسوفت كتيرة جداً، إحنا على الأقل عشان أتقدم للمعلم المبدع الخبير لازم يكون عندي اتنين من الأداءات اللي أنا بستخدمهم بشكل أوسع أو بشكل كبير، سواء كمعلم أو سواء كمدرب. يبقى كده أنا عملت حسابي على المايكروسوفت ليرن، طب بدأت إن أنا أحصل على كورسات واكتست الكورسات اللي هم وعملت اليو ار ال زي ما طبعا شفناه في الجزء الأول، وعملت كمان الشارات أو حصلت على الكورسات. هبدأ دلوقتي أعمل إيه؟ هبدأ إن أنا هفتح اللي هو الأسئلة. طب أنا هفتحها هنا اللي هو مجلد الأسئلة، أنا ممكن متاح ليا إن أنا أفتحها من الويب سايت ده نت، او ممكن ان انا افتحها نت وابدا ان انا اكون محملها على الجهاز زي ما انتم شايفين كده. طيب انا لما حملتها ليه على الجهاز؟ هو من الافضل ان احنا بنحملها على الكمبيوتر وببدا ان انا املى الاستماره دي واجاوب على الاسئله، بحيث ان انا لما ادخل على الويب سايت يبقى مجرد ان انا باخد الاسئله نسخ ولصق، يبقى كده بتبقى بالنسبة لي أسهل وأيسر، وخصوصاً إن الإجابات بتكون باللغة الإنجليزية مش بالعربية، وطبعاً إحنا مش هنشوف دي مشكلة
لان انا ممكن افتح ملف وورد وابدا ان انا اكتب اجابتي باللغه العربيه بشكل عادي جدا، وبعد كده اعمل لها ترجمه او ان انا اترجمها. يمكن كده هستعرض معاكم بسرعه الاسئله اللي ممكن تقابلنا، وبعد كده ان شاء الله هندخل على الجزء اللي هو العملي، ازاي نطبق الكلام ده على الويب سايت الخاص بالمعلم المبدع الخبير. في البدايه كده احنا عندنا، انا علشان احصل على المعلم المبدع الخبير عندي نوعيه الاسئله هم ثلاثه. اول حاجه بتسال اسئله about me يعني عن نفسي. تاني حاجة بتسأل أسئلة بنسميها أسئلة مسجلة أو أسئلة قصيرة، أو بنسميها long form questions اللي هي الأسئلة الطويلة. طيب زي إيه مثلا الأسئلة اللي هي about me؟ مثلا ال first name, last name, personal email. علشان كده بنقول إن إحنا بنحمل الملف الوورد ده، وبعد ما بنحمله بنكتب الإجابات، ده هيبقى أفضل وأيسر وأسهل بالنسبة لنا. يعني هناخدها كده علشان لأن الموقع زي ما كده هنشوف بيبقى له مدة معينة، لو ما أنا سيفتش الإجابات خلال المدة دي كده برجع أسجل كأني من الأول تاني. عشان كده من الأفضل أن أنا أحمل الملف وابتدي أجاوب على الأسئلة في ملف البورد. طب عندي هنا سكول، طبعا هنا السكول ايميل اللي هو الايميل بتاع المدرسه، الهوم ادريس اللي هو عنوان البيت، هنا الاورجانيزيشن ادريس اللي هي المدرسه بتاعتي، عنوان المدرسه اللي انا بشتغل فيها او المكان العمل اللي انا بشتغل فيه. كمان الموقع هنا، طبعا هنا يور تايتل دي ممكن بنقول عليها اللي هي الجوب او الوظيفه بتاعتنا، ممكن بنستخدمها او بنقولها بنجاوب السؤال هنا في التايتل. بعد كده بتيجي برضو اسئله، بتبقى عشان كده بنقول اسئله قصيره. ليه؟ لانها كلها multiple choice يعني اسئله اختياريه، بختار من ضمن اسئله بتبقى اختياريه، بيقول لي ايه المرحله اللي انت بتدرسيها او بتتعاملي معاها. طب انت المدرسه اللي انت بتشتغلي فيها تشوكيس ولا لا؟ طيب لو هي مثلا تشوكيس، طبعا في هتجاوبي على بعض الاسئله او في بتكون في اسئله ليها، لو لا يبقى بتدخلي اسم المدرسه بتاعتك اللي انت بتعملي فيها. طيب الايج اللي انت او الرينج اللي انت بتدرسي له بيكون كام؟ طبعا هنا بحدد الرينج اللي انا بدرس له من انهي سنه. ثم بعد كده السبجكتس اللي هو انا بدرس ايه، الماده اللي انا بدرسها بتكون ساينس، هيستوري، وات ايفر الماده اللي انا بدرسها فبختارها. بعد كده هنا طب do your students learn to internet، بيستخدموا الانترنت الطلبة عندي؟ طب بيستخدموه في المنزل؟ طب ايه هي التكنولوجي اللي هي do your students learn اللي هما بيستخدموها الطلاب عندي؟ مثلا بيستخدموا التكنولوجيا ازاي، الموبايل ولا لابتوب ولا تابلت؟ واختار طبعا الحاجات اللي هما بيستخدموا التكنولوجيا من خلالها او الاجهزة. طيب عايزين اليو ار ال بتاع التويتر، لو انت عندك طبعا حساب على تويتر يبقى هتكتبي لي اليو ار ال، كمان الفيسبوك، كمان الانستجرام، ويفضل طبعا عشان كده بنقول ننزلتي افضل، اللينكد ان، التيك توك، اليوتيوب تشانل، لو انا عندي بلوج مدونه، اي حاجه عندي هنا بكون محضراها ومجهزاها علشان زي ما قلت لكم التسجيل ليه وقت. طيب المتابعين اللي على التويتر عددهم بكتب نمبر رقم. بعد كده هنا برضو التولز اللي هم طبعا بيستخدموها، هل هنا بيستخدموا ايه التطبيقات اللي بتستخدم، جوجل ابس ولا ايباد ولا ماك بوكس ولا ويندوز ديفايس، اختار الحاجات. وطبعا اجابة كل حد بتختلف عن التاني، دي على حسب كل واحد المكان اللي بيعمل فيه. هنا التولز دو يو سكول اورجانيزيشن يوز اللي بتستخدم ايه، هل الاسكول بتاعتك بتستخدم الايباد او الماك بوكس او الويندوز ديفايس وهكذا، اشوف ايه المدرسه بتستخدم ايه، تيمز، زوم وهكذا.
هنا هجاوب على الأسئلة القصيرة دي. هنا بيسألك أنت حصلت على ألقاب، هو عايز أنت في لقب حصلت عليه، يعني في منصات بتدي ألقاب زي ويكلت بتدي طبعاً لقب سفير، أو زي جوجل سيرتيفايد وهكذا، دي كلها، أو الفليب جريد، دي كلها حاجات بتدي ألقاب. فهنا بيسألك بيقول لك هل أنت أخذت أي لقب من الألقاب دي؟ لو أخذت طبعاً أنا بعلم على اللقب اللي أنا أخذته. طيب نيجي هنا بيقول لك طب انت عندك حساب على الليرن او مايكروسوفت ليرن، اللي احنا لسه مؤكدين في اول خطوه ان الف ب معلم مبدع خبير، ان لازم يكون عندي حساب على مايكروسوفت ليرن. طيب هل انت عندك حساب؟ هقول له طبعا يس، اه انا عندي. طب لو عندك حساب يبقى انت كده انا محتاجه منك تشير لي او تديني اليو ار ال بتاع الحساب بتاعك، زي ما شفنا مع مستر شحاته ان ازاي انا عملت طبعا من السيتنج عملت اليو ار ال وهاجي هحطه هنا. لسه في اسئله تاني؟ اه لسه في اسئله تاني، ودي الاسئله اللي بنقول عليها القصيره. طب هنا بالموديولز اون ليرن، هنا سنتر هاف كومبليتد، او اللي هي الموديولات اللي اكملت كم عددها. طبعا انا باخد الارقام اللي اكملت فيها او اللي مكتمله عندي. الاسئله اللي جايه دي او المربعات اللي احنا شايفينها او الجداول دي التيبلز دي بتبقى اسئله عن المايكروسوفت او ادوات المايكروسوفت انت استخدمته. هو بيقول لك طب انت بتستخدم المايكروسوفت تيمز، بس لازم نجاوب عليها بدقه مش اي حاجه ونكتبها. يعني انا ما كنتش بستخدم مثلا المايكروسوفت او ما بستخدموش نيفر واجي اكتب في الاجابه بستخدمه كل يوم، لا، يبقى انا اكون دقيق في اجابتي. اشوف هاو طبعا انا بستخدم المايكروسوفت تيمز امتى، يوميا ولا اسبوعيا ولا شهريا ولا ما بستخدمهوش خالص، لازم اراعي الدقه في الاجابه. طب الفورمز اللي انا بعمل عليه الاختبارات الالكترونيه، طب انا بستخدمه برضو ايه؟ هل طبعا يوميا اسبوعيا وهكذا. الون نوت وكمان الكلاس ون نوت وكمان هنا الفليب جريد برضو لازم بستخدمه قد ايه؟ يوميا ولا اسبوعيا. هنا المينكرافت برضو بستخدمها يوميا ولا اسبوعيا. طيب اللي انا بتعلمه او اللي انا بتعلمه هل بشاركه مع المتعلمين؟ بشاركه مع زملائي؟ النوليدج اللي انا بحصل عليها دي هل بشاركها؟ طب ولو بشاركها قد ايه؟ اسبوعيا يوميا؟ ده ممكن تكون بالنسبه لاي حد بيتعلم حاجه جديده بيعمل تدريب او بيدرب المتدربين عليها او بيعرفها لزمايله، فدي برضه بيسالك فيها. فيلم الكود والهاكينج ستيم والكلام ده هم طبعا كل الموجود في الجدول هنا، هو جايب لك المواقع هنشوفها في اخر الاستماره، جايب لك المواقع دي تقدر انك تدخل عليها انك تتعرف على اللي فيها. هنا بالنسبه للباوربوينت بيسالني على اداه الباوربوينت. الباوربوينت هنا هل انت بتستخدم اللايف برزنتيشنز؟ يعني لو احنا كده بنعمل على التيمز، انا دلوقتي داخله على التيمز وفي لما عايزه اشير بيقول لي انت عايزه تشيري سكرين ولا لايف برزنتيشن، يعني تدخلي من باوربوينت. فانا الكلام ده بعمله ايه؟ بعمله بشكل يومي ولا اسبوعي ولا ما بعملهوش؟ طب الريكورد سلايد شو، ان انا اسجل شاشه من الباوربوينت، طبعا هنا ده بعمله برضو بشكل يومي ولا اسبوعي ولا ما بعملهوش؟ السيفنج ان انا بحفظ باوربوينت از فيديو، يعني مثلا انا بعمل كده بتبقى عندي مجموعه من الشرايح على الباوربوينت وابدا ان انا اسيفها كفيديو، الكلام ده بعمله برضو بشكل يومي ولا مش بشكل يومي، اسبوعي وهكذا. طيب هنا كمان الامبيدنج اللي هو ان انا اضمن الفورمز، بضمن الفورمز ده الكلام ده بعمله في الباوربوينت ولا ما بعملهوش؟ الانكينج اللي هو ان انا وبشرح كده في الباوربوينت بعمل الاحبار، ولو احنا هنفتح الباوربوينت والكلام ده لو هنشرحها بخطوه بخطوه، لا الاحبار كده اللي انا بفتح كده في عندي في الباوربوينت حاجه اسمها انكينج، ودي بفتح بتفتح لي الاقلامه، هل انا بستخدم الاقلامه دي ولا لا؟ طبعا احنا هننتظر كده لما الباور يفتح نكمل. في بعد كده دي الاسئله خاصه بالباور، هو كل جدول او تيبل بيبقى خاص باداه من ادوات مايكروسوفت في الباوربوينت مايكروسوفت تيمز. طيب هنا بقى المتصفح ايتش، المتصفح اللي بقى فيه كثير من المزايا وكثير من المزايا.
في كثير من المزايا بقى طبعا ايج، فبيقول لي طب انت بتستخدمي الريدر في الايج قد ايه، برضو يوميا ولا اسبوعيا؟ الريد الاود اللي هو القراءه بصوت عالي بتستخدميها في الايج؟ الاكستنشنز دي بتستخدميها قد ايه؟ لو انا طبعا هفتح لكم الايج كده وهاجي عند الثلاث نقاط دي واعمل في حاجه اسمها، عشان هو هيسالني فيها، هيسالني في الكولكشنز دي بتعمل كولكشنز من ايج، هيسالني كمان في الاكستنشنز اللي هو انت بتضيف تطبيقات الاكستنشن، يعني بتضيف تطبيقات او بتخلي تطبيقات تفتح في الايج. فدي هنا الحاجات دي بيسالني، بيقول لي انت بتعمليها بشكل يومي ولا اسبوعي ولا ما بتعملهاش. كمان هنلاقي في الويب ان انا بلتقط، اللي هو ان انا بعمل لقطه اهو، وهنا كده في الايج ممكن ان انا ابدا اعمل كده ولقطه، فبيسالني الحاجات دي انت بتعمليها قد ايه، يوميا ولا اسبوعيا ولا نيفر ما بتعملهاش خالص. ده الكلام ده كان او الاسئله دي خاصة بالمايكروسوفت ايج او المتصفح، هذه الكوليكشنز، وفي الكيو ار كودز اللي هو الباركود، الكلام ده كله، والانكينج برضو انا لو نزلت الترانسليشن الترجمه، في كمان الانكينج اون بي دي اف، انا لو شغلت ملف بي دي اف على هنا، لو شغلت ملف بي دي اف من الوان درايف على ايج، انا ممكن اقدر ان انا اعمل فيه اللي هي الانكينج. طبعا انتوا عارفين ان هو استخدم الحبر على الملف، استخدم الحبر على الملف بتاعي وابتدي ان انا اغير فيه او ابدل فيه او اعلم عن حاجه معينه عايز اميزها. الكلام ده برضو انتوا بتستخدميه، بيقول لي بشكل ايه، يومي اسبوعي ولا ما بتستخدموهوش خالص؟ كل الاسئله دي هو بيسالها. طيب هنا في حاجه مهمه على الفليب كيرد، ده بيقول لي انت كم مره حضرتي لايف ايفنتس. يعني ايه الكلام ده؟ هو فليب كيرد بيعمل احداث بتكون لايف افتراضيه، يعني زي حديقه حيوان. فانا طبعا لو زي ما هنشوف كده، ادي الحساب بتاع الفليب اهو، هنفتحه هنا، ولو انا عملت الحساب هوريكم اللي هي اللايف، ان احنا ممكن اعمل او اشوفها منين. هنا نعمل لوج ان، فهو بيسأل في الست شهور الأخيرة خليتي طلابك يحضروا كام حدث أو حضروا كام حدث من اللايف دول. هنشوف دلوقتي إزاي أنا أحصل على اللايف، أو كده عمل لايف كيرف، اجي هنا واجي من عند البروفايل وافتح الكفر يعني، وادي اللايف ايفنتس اهي، هي دي اللي بيتكلم عليها. وطبعا اهي اللي هو طبعا بيعمل هم احداث افتراضيه، ممكن يجيبوا حديقه حيوان في استراليا في اي مكان، وطبعا بتبقى بشكل لايف. فهنا بيسال الطلاب حضروا في الست شهور كام لايف. سؤال تاني بيجي في الفليب كريت خاص اللي هو الجريد بولز، ده اللي هو السؤال التاني، طب اتعرفت عليهم او من الكوميونتي ده ولا لا؟ فده الاسئله المتعلقه بالفليب. طيب انا كده هنا بيقول لي النمبرز كام اللي اتعرفت عليه من العالم او من الكوميونتي ده، فبكتب الرقم. طيب هنا بعد كده بتبقى في اسئله على الريدر او على الليرنينج تولز ان التلاميذ بيستخدموها قد ايه. طبعا انا متاح هنا زي ما هنشوف كده لما هنشرح بالمين، ان انا متاح اختارهم حتى لو كلهم على حسب ما انا اشوف او اتراءى يعني.
بنيجي هنا برضو في الباوربوينت. انا بتستخدم ليه باوربوينت او الاكسل او الون نوت او الاوت لوك؟ الكلام ده برضو ليه، يعني ليه الادوات دي نستخدمها؟ فطبعا انا هختار الاجابه المناسبه ليا. ليه انا مش بقول اجابات؟ لان كل واحد ليه اجابه بتختلف عن الاجابه الاخرى. احنا بس بنستعرض الاسئله علشان نعرف ايه هي نوعيه الاسئله اللي انا بتسالها في المعلم الخبير عشان اقدر ان انا اجاوبها واحصل على اللقب ده. هنا برضو او اللي هو التعليم الهجاني، او هنا ببدا ان انا بستخدم ايه في مثلا، او يوز فور اللي هو التيمز. بيستخدموا التيمز ليه؟ علشان ايه؟ بشوف الاسباب اللي بيختاروا فيها وابتدي اشوف ايه الاسباب. هنا الفورماتيف اسسمنت، وده التقييم التكويني، بعمله في الاند اوف ذا ليسون ولا بعمله في بدايه الدرس ولا بعمله ديورينج ذا ليسون ولا ات ذا بيجينينج اوف ذا ليسون، يعني بعمله في مقدمه الدرس او في ده على حسب. هنا بيسالني عن نوعيه الاسئله اللي موجوده في الفورم، هل فيها تشويس؟ طبعا هتلاقوا كل الاسئله دي موجوده في الفورم. هنا في سؤال عن الوان نوت والاجابه فيها ترو او فولس، لان ملاحظين هنا الاجابات او الاسئله قصيره، يعني يا اما صح وغلط يا اما تشويس اللي هي اختياري. هنا طبعا عايز التيمز، عايز الانواع الفرق التيمز اللي احنا بنعملها، بنعمل كلاس تيم او الستاف تيم او ايه. طبعا احنا بنعمل الفرق، الناس اللي بنعمل فرق في التيمز بيبقى فيه انواع من التيمز، فبيقول لك ايه هي الانواع. عايز يشوف انت بتستخدم، طب انت بتتعامل مع التيمز، طيب اتعاملت معاه ولا ما اتعاملتش معاه، لان الاجابات دي بتعكس تعاملك مع التطبيق. فهو عايز يعرف قد ايه معرفتك بالتطبيقات دي وقد ايه بتستخدمها من خلال الاسئله دي. طيب هنا بعد كده علشان انا اعمل غرفه على المايكروسوفت تيمز، دي الخطوات ببتدي ان انا ارتبها. هنا بقى هنيجي لللونج انسر كويستشن. هنيجي ناجل اللونج انسر كويستشن دلوقتي ونروح يلا بينا على ليتس جو بقى. تعالوا احنا معانا حساب، او دلوقتي انا هدخل خلاص، انا نزلت او حملت الملف البورد بتاعي وجاوبت على الاسئله، فخلاص كده معايا الاسئله. دلوقتي انا هدخل على الويب سايت علشان اعمل اللي هي النسخ واللصق. احنا بس هننتظر لما الموقع يحمل. وادي الويب سايت اللي انا من خلاله بقدم على المعلم المبدع الخبير. ادي الويب سايت اهو، ده الويب سايت. انا ممكن الويب سايت ده يا اما بدخله من اللينك ده، من اللينك، يا اما بدخله من مايكروسوفت ليرن. برضو ممكن اقدر من مايكروسوفت ليرن ادخل على الويب سايت ده. وكمان في المايكروسوفت ليرن في شرح على المعلم المبدع الخبير، ليه انا باخدها وايه المفروض اعمله علشان اخدها، هتلاقي كله موجود في مايكروسوفت ليرن. هنا بيقول انت عايزه تترجميها، يعني عايزه تترجمي الموقع، ولا هنا ولا عايزه تسيبيها انجليش. انا مثلا هسيبها انجليزي، لكن لو اللي حابب يترجم عربي او انه عايز عربي طبعا هنا يترجم. ده بالنسبه للفورجيتن يوزر نيم، اللي نسي اليوزر نيم. هنا بيقول لي طبعا ده الكلام اللي احنا قلناه في الاول خالص، اللي هو لازم اعمل حساب على ليرن، نفس الكلام اللي اتكلمنا فيه هتلاقوه مكتوب هنا. هنا في الجزئية هنا بيقول لي هنا طبعا بيقول لي لو عايزة تحملي الاستمارة، ايه الاستمارة؟ الاستمارة اللي احنا شرحناها في الاول، اي لو انا كده ضغطت عليها هتطلع الاستمارة اللي احنا اشتغلنا عليها. ده مين انت حمل دي بقى؟ احمل دي لو انا the first time، ده اول مرة اقدم عشان احصل على المعلم المبدع الخبير. لا انا مش اول مره ومقدم السنه اللي فاتت، يبقى لا نقف هنا، انت مش هتحمل ده ومالكش دعوه بالاسئله. انت هتيجي عند الجزئيه دي وهتحمل ده، وهنا في اسئله وهنا في اسئله. وهنا على فكره الرينيو او التجديد اصبح اي اسهل وايسر بكتير عن التقديم لاول مره. الناس اللي هتقدم اول مره ما تستصعبش الموضوع، الموضوع هيبقى على فكره صعب شويه السنه دي، بس ان شاء الله هيبقى ايسر، لكن بعد كده هترتاح
أو هيبقى سهل جدا وأيسر وأسهل. طيب هنا بعد كده أنا عرفت دلوقتي إن أنا أحمل هنا طبعا بالنسبة للشوكيس سكول المدارس اللي هي شوكيس. طيب هنا في ده الموقع أو كده يمكن استعرضنا بعض الحاجات اللي موجودة في الموقع. أنا دلوقتي عايزة أقدم، يبقى أنا بس يمكن أنا استعرضت الجزئية دي علشان نحمل منها ملف الوورد اللي أنا شرحته في الأول أو بدأت بيه شرح في الأول. أنا هعمله منين؟ من هنا أهو، حتى لو أنا فتحت أهو هتلاقاه هنا، وممكن يبقى عربي وممكن يبقى إنجليش. يعني مثلا أنا هو إنجليش، أنا لو عايز أحوله لعربي هحوله عادي جدا. أهو هقول له مثلا من هنا أهو ترجم، هو هيسألني يقول لي إنجليش، هقول له طبعا لا أنا عايزها عربي، يبقى هختار اللغة العربية أو أختار عربي وأقول له أوكي. هتلاقوا ان الاستمارة بقت باللغة العربية، بس هنلاحظ ان الاجابات باللغة الانجليزية اهو. هذه الاستمارة اللي احنا حكينا فيها بالانجليزي بقت باللغة العربية، واقدر ان انا اجاوب الاسئلة يعني باللغة العربية، بس لما هناك الاسئلة في الويب سايت هتبقى بالانجليزي. كده انا حولت الاستمارة. دي الاستمارة اللي أنا بعملها لما أكون عايز أقدم على أحصل على لقب معلم مبدع خبير لأول مرة. طيب أنا كده حملت خلاص حملتها، إحنا عملنا الخطوة دي يمكن في الأول عشان الوقت. أنا حملتها ومليت الأسئلة وجاوبت كل الأسئلة أو الأسئلة القصيرة، إحنا وصلنا لغاية الأسئلة القصيرة وخلاص، وعملت حساب على المايكروسوفت ليرن وأخدت شرات وعملت كده. طيب ايه الخطوة اللي بعديها؟ يلا نعمل بقى sign in our regress اهو. هو هنا بيسأل طب انت عايز تعمل regress او sign in من حساب فيسبوك؟ طبعا لا، ولا ينصح بان يستخدم فيسبوك في الحصول على اللقب. هنا في مايكروسوفت اكاونت او في الورك او سكول اكاونت. طبعا احنا الوزارة عملنا بدل حساب 2، انا معايا تي 3 ومعايا الايميل الموحد، يبقى كده انا ادخل بيهم. فانا هختار الورك او سكول اكاونت، وده بيكون حساب مؤسسي اللي هو موفراء الوزارة غير المايكروسوفت اكاونت، ده بيكون حساب شخصي. طيب انا كده طيب انا هقول له طبعا لا نظر، وهبدا اكتب الميل بتاعي اللي انا هسجل بيه في الايميل او للحصول على لقب المعلم المبدع. هبدأ هعمل next. هنا كده هدخل كلمة السر أو الباسورد بتاعة الميل، نفس الميل اللي هو الإيميل الموحد. مثلا أنا هشترك بالإيميل الموحد ويبقى الباسورد بتاعة الإيميل الموحد. طبعا اول حاجه لازم هيسالني عشان هو هيتصق على الموقف، فانا بقول له اكسب. ده طبعا نت. هنعمل تاني ريبو.
وهنا بدأ كان يتلي أكاونت وخلاص أنا بقى عندي أكاونت أهو بالشكل ده. بعد كده بدوس كنتينيو. وادي هنا بدأ يجيب لي الأسئلة اللي هي أول حاجة اللي زي ما قلنا احنا قسمناهم ثلاث أجزاء اللي هي personal أسئلة شخصية، وبعد كده بتبقى أسئلة عن اللي هي الأسئلة القصيرة، وبعد كده الأسئلة الطويلة. فأنا هنا هبدأ أكتب الاسم. وهنا هكتب اللاست نيم. وهنا هكتب البيرسونال ايميلز اللي هو طبعا بيكون ايميل على الياهو على الجيميل، وليكن ان انا هسجل بالايميل بتاعي اللي هو الجيميل. هبتدي ان انا احط تاني اكرر او اأكد الميل كمان، اجيبه هنا وهعمل له تأكيد. طيب طبعا ده الايميل المؤسسي او الايميل الوزارة. طيب هنا بيقول لي اأكد اللي هو ايميل المؤسسة، عايز هنا ايميل سوري عايز ايميل المؤسسة او المدرسة. طبعا كل مدرسة بيبقى لها ايميل خاص بها، لو مثلا بيبقى الكود او ممكن احط انا نفس الايميل هنا. وهنا بيقول لي انت طب عايزة ترسلي عن طريق ايه، البيرسونال ايميل ادرس ولا عايزة بتاع، هقول له طبعا انت راسلني عن بتاع العمل، لا انا مش عايزة البيرسونال. هبدأ يطلب رقم التليفون، هبدأ أكتب له رقم التليفون. هنا طبعاً هيبدأ يسألني يقول لي طب العنوان، أنا هكتب له العنوان. هنا بيقول لي العنوان الثاني. اكتب له بورسعيد العنوان الثاني. هنا هو عنوان ثاني، انا ممكن ما معيش مثلا هو عنوان واحد، يبقى انا ممكن اكتب نفس العنوان. طيب السيتي الكانتري ايجيبت. هنا الرمز البريدي ولازم اكون محضراه. هنا هيسألني على المدرسة، اسم المدرسة. هنا طبعا عنوانها. هنيجي هنا لي تبع ايه، تبع ministry of education. طبعا انا ممكن اخدها كده عشان
سريعه واكتب ده تبع وزاره التربيه والتعليم. عنوان تاني ده مش اجباري يعني لازم، انا ما عنديش مثلا عنوان تاني للمدرسه فمش لازم كمان ومش مجبر ان انا اكتبه. التايتل library specialist او نقول teacher او مشرف او manager. هنا السيتي هنا هكتب الويب سايت. هنا الويب سايت بتاع المدرسه، ولو المدرسه ليها مثلا صفحه على الفيسبوك ممكن ان انا اكتب او اعمل لينك صفحه المدرسه. فانا هكتب مثلا اللينك بتاع المدرسه هنا ببتدي ان انا اكتب ممكن اكتب عنوان المدرسة اجيب صفحة من اللي هي من الفيسبوك. بس تتحمل صفحة الفيسبوك للمدرسة ونرجع هنا نكمل باقي الإنجابات. هنا برضو الرول بتاع السكول ونيجي هنا مثلا اللي هو دورك في المدرسة ايه الليدر، ولا هنختار الدور بتاع كل واحد طبعا هيختار الدور بتاعه. بعد كده طبعا انا هنا بختار هنا بعمل تشيك وبعد كده بعمل تشيك هنا بعمل اللي هي سبميت. احنا منتظرين بس صفحة المدرسة تحمل. عشان كده انا يبقى الاسئله بتاعتي كده كامله واقدر اعمل سيف وبعد كده اعمل سبميت. طيب ننتظر كده بس هكمل معاكم الجزئيه علشان الوقت. احنا كده بعد كده بعمل تسليم او بعمل سيف اند سبميت اهو، وببتدي ان انا اسلم الاجابات بتتسلم معايا، وبعد ما بتتسلم بيطلع لي ده. طبعا انا خلصت حاجه واحده بس، لكن في دلوقتي هتطلع لي الاسئله القصيره اللي احنا تناولناها كلها دي عشان ممكن للوقت اهي. هتطلع كل الاسئله اللي احنا تناولناها من الملف ده
الأسئلة اللي كانت عن الأدوات وعن أدوات مايكروسوفت كلها هتطلع نفس الأسئلة، هي هنتسأل نفس الأسئلة دي اللي هي دي بالظبط. احنا خلصنا كده اللي هم يعتبر الجزء الأول اللي هي about me، ده خلصناه. هنا كده هننتقل إلى الجزئية اللي هي الأسئلة القصيرة اللي هي غالبا بتكون كلها اختياري، ودي تقريبا تناولناها بالتفصيل. دي هتكون معاكم ودي هتظهر لكم أول ما نسلم عليكم. انتظر كده لو فتحت صفحة المدرسة احنا ممكن نحملها علشان نشوفها. طيب بعد ما أنا بحمل أو بعمل الأسئلة القصيرة هنا لو حملت هناخد البيج أو الويب بيج بتاعة المدرسة منا. طبعا ما ناخدها كده احنا بنقول إن المرحلة اللي جاية هي بالظبط اللي هي الأسئلة القصيرة. ننتظر بس تحمل صفحة المدرسة. طب من ما تحمل صفحة المدرسة وهنبتدي نعمل كده لوك سريع على الأسئلة، هنبتدي في مرحلة تالتة. احنا كده خلصنا about me وجاوبناها وهنبتدي نعمل تسليم. هتبتدي تظهر لي الأسئلة اللي احنا تناولناها بالتفصيل في ملف الوورد اللي هي الأسئلة القصيرة أو المالتي تشويس اللي هي الأسئلة الاختياري أو اللي هي فيها صح وغلط. طيب احنا بعد ما خلصنا الجزئية دي او الاسئلة دي بتظهر لي ايه؟ وهتظهر الجداول دي بنفس الكلام بكل حاجة، هي نفس الاسئلة دول اللي هيظهروا. بعد كده المرحلة بقى رقم 3 او التالتة بنيجي لحاجة اسمها long answer questions، الاسئلة الطويلة. طيب الاسئلة الطويلة دي بتكون فيها ايه؟ انا معلش هبص بس كل شوية علشان اجيب اللينك عشان اوريها لكم بشكل عامل. دي الاسئله الطويله. الاسئله الطويله دي هنتناولها كده من الملف. هي عباره عن ايه؟ الاسئله الطويله هم 5 اسئله. السؤال الاول بيقول لي اهو اوصف، هنا عايز وصف لكيفيه استخدامك لادوات مايكروسوفت، يعني التيمز، الفورمز، الفليب جريد، اي اداه من ادوات مايكروسوفت. اي اداه من ادوات مايكروسوفت انا ممكن اقدر ان انا استخدمتها او ايه الاداء او استفدت منها، زي مثلا مايكروسوفت تيمز. مايكروسوفت تيمز او زي فورمز استخدامي للاختبارات الالكترونيه. فدي كم الاستفادة او ان انا ازاي استفدت منها، وبكتب الاجابة هنا. خلي بالكم من الاجابة لازم بتاعتي بتبقى بحد ادنى 500 كاركترز يعني حرف و2000 كاركتر. طب اعرف الكلام ده ازاي؟ ازاي اعرفه ان انا مثلا كتبت 500؟ هنا كتابة، السؤال ده بيبقى كتابة. انا كده هحدد الجزء ده واقدر من خلال برنامج الوورد اهو زي اللي هي ريفيو، هنا بعمل ريفيو وبضغط على حاجة اسمها word count. فهيجيب لي هنا بقى التفصيل كله، هيجيب لي عدد الكلمات، هيجيب لي الكاركترز كام، كله هنا هيجيبه لي بالتفصيل في الإجابات.
فانا هكتب الاجابه. طيب انا ماليش في الانجليش او في الانجليزي، فانا هعمل ايه ببساطه كده، هجيب ملف الوورد واكتب الاجابه بالعربي. يعني مثلا تمكنت او تمكنت من استخدام تطبيق مايكروسوفت تيمز الذي ساعدني على عمل اختبارات الكترونيه للطلاب. دي هكتبها بالعربي وابدا ان انا اعمل لها ترجمه، وبعد كده اخدها نسخ ولصق في السؤال. ده السؤال الاول عباره عن كتابه. طب السؤال الثاني برضو كتابه، هو بيقول لي هنا بس عايز تجيب له يونت وحده او درس من الدروس تكون استخدمت فيها اداه من ادوات مايكروسوفت مع مع استخدام اللي هي المهارات اللي هي اللي لازم ناخدها، والكورس ده لازم ناخده من مايكروسوفت ليرن، وممكن ان انا اقدر اتعرف اكتر واقرب اكتر من هي المهارات اللي هو عايز يخليني ان انا استفيد بيها من الادوات من الموقع ده. الموقع ده اهو لو افتحها هتلاقي فيه ون نوت، والون نوت مشروح فيه كل حاجه. ادي الون نوت هنا، هنطلع هنا صفحه الون نوت مع طبعا هنا صفحه الون نوت اهي اللي هي مهارات القرن الواحد والعشرين. زي ايه يعني مهارات القرن الواحد والعشرين؟ زي الكوبريت مثلا اللي هو التعاون. طب انا التعاون هستخدمه فين؟ التعاون مثلا هستخدمه في التيمز، ان انا عملت فرق طبعا تيمز، وبعد كده طبعا قسمتهم لمجموعات، فهنا استخدمت المهارة دي مع اداة مايكروسوفت، فهكتب الكلام ده بالعربي. لقد استخدمت تطبيق تيمز، استخدمت تطبيق تيمز. استأذنكم ثانية. طيب ماشي نستغل. كده يبقى انا كده هنا في السؤال ده برضو كتابة، ولازم اكتب من 500 كاركتر، وعرفنا ازاي اعرف الكاركتر بتاعي لما اكتبهم من ريفيو، بعد كده وورد كاونت، واقدر اعرف عدد الكاركتر بتاعي اللي انا استخدمته في الوورد قد ايه. طيب يبقى هنا هقول كده باللغة مثلا العربية على سبيل المثال. طبعا كل واحد بيكتب الحاجة اللي هو بيعملها، والاجابات بتختلف من حد لحد، ولكن انا بقول على ذكر كمثال وليس إجابة محددة. فأنا هنا بقول إن أنا مثلا استخدمت التيمز في عمل فرق دراسية، وعملت لكل مجموعة من أو كونت لكل مجموعة من طلابي جروب على التيمز أو فرقة دراسية على التيمز. ده بكتبه باللغة العربية، وابتدي بعد كده إن أنا أحوله في الترجمة وترجمه وأخده نسخ ولصق. موضوع سهل جدا وبسيط، مش صعب ولا محتاج أي حاجة. وادي الون نوت فتح معانا، هنا جايب لك استخدام المهارات
طبعا مهارات اهي هنفتحها وهنعرف، وجايب لك مثال درس وجايب لك كل حاجه تقدر اهي، التعاون والكوميونيكيشن التواصل. ممكن انا استخدمت مثلا اليامر في الكوميونيكيشن، استخدمت تيمز في الكوميونيكيشن بين الطلاب يعني. دي حاجات انا استخدمت اداه بس باستخدام مهارات القرن 21. فهو عايز هنا لازم تبقى على درايه بمهارات القرن 21، وكل مهاره بستخدم فيها اداه. يعني التعاون مناسب للتيمز، لو النوليدج المعرفه الفليب جريد، زي ان انا خليت الطلاب يحضروا اللايف اللي حضروه وشافوا مثلا حديقه حيوان موجوده في استراليا كواقع افتراضي، فانا كده اديتهم نوليدج او معرفه هم ما كانوش عارفين، فكده يبقى بجاوب على السؤال ده. السؤال الثالث هو هنا بيقول لي عايز درس، عايز وحده او مشروع دي باستخدام المهارات دي، قلناها دي الترجمه العربي سوري، يبقى كده كانت الانجليش ده فوق ودي ترجمتها باللغه العربيه. السؤال الثالث وده سؤال مهم جدا، السؤال ده بيبقى عايز فيه الدليل على شغلك. انت بتقول استخدمت مايكروسوفت تيمز، طب هات لي دليل. طب وانا اعمل الدليل ازاي؟ انا فعلا عملت فرقه دراسيه على التيمز ودخلت طلابي وابتديت ان انا طبعا اعمل كونفرسيشن وابتدي ان انا ايه عملت الكلام ده. طب عملت الكلام ده؟ اه عملته. يبقى انا كده محتاج انك انت تاخد لي سكرين شوت، يعني تصور لي كل الحاجات اللي انت عاملها على تيمز دي وتنزلها لي على ملف. الملف يكون يا اما سوي يا اما باوربوينت يا اما وورد، وفي الحاله دي تنزله على الوان درايف. يعني مثلا انا عندي هنا في التيمز، لو فتحت التيمز هتلاقي مثلا شغل على جروب مع الطلاب، اخده كده سكرين، اخده كده اخدهم لقطات شاشه مثلا، ده فصل من الفصول، ابتدي ان انا اصور بقى. يعني اخدها كده لقطه شاشه وابتدي ان انا ايه اكون فاتحه ملف باوربوينت وابتدي ان انا اعمل ايه، ابتدي ان انا احط الصور بتاعه الشغل بتاعي احطه على ملف الباوربوينت. اهو ده الباوربوينت بتاعي، هبتدي ان انا احط عليه اللي هي شغل المايكروسوفت اللي انا استخدمته. طب انا ما استخدمتش مايكروسوفت، انا استخدمت تيم، استخدمت مايكروسوفت فورمز، عملت اختبارات برضو من جوه الفورمز، اخد السكرين شوت، وكان مفروض ان انا اصور الطلبه وهم بيمتحنوا مستخدمين المايكروسوفت فورمز، وابتدي برضو ادخلها جوه ملف باوربوينت مثلا او ملف سوي. احنا بس هنشوف الباوربوينت الاول وبعد كده هناخد السوي كده بسرعه. هنا هبدا انا نعمل الشرايح وهبتدي ان انا اعمل اللي هي طبعا لقطات الشاشه اللي انا اخدتها لشغلي داخل التيمز وحطيتها على الباوربوينت. بعد ما احطها على الباوربوينت بفتح الوان درايف بتاعي وبعد كده بحمل اللي هو الباوربوينت عشان اعمل له لينك، لانه هنا في السؤال عايز يو ار ال، عايز لينك مش عايز رايت، يعني نوت رايت داون، مش هكتب انا هنا، مش هكتب، لا انا هنا هعمل لينك للشغل بتاعي. طب انا عملت، طب انا ممكن استخدمت عملت التدريب على ويكلت مثلا، هبتدي ان انا اخد صور التدريب وهبتدي هعملها برضو احطها في شرايح الباوربوينت، وبعد ما احطها في شرايح الباوربوينت هبتدي ان انا احطها على الوان درايف وهبتدي ان انا اعمل لها لينك. انا عملت تدريب على واتيفر، اي حاجه انت عملتها اثبتها واستخدمت فيها ادوات مايكروسوفت يبقى لازم نعملها على الباوربوينت وننزلها، بس المهم في السؤال ده عايز لينك. طيب لو او ممكن وورد مثلا، ملف وورد زي كده اهو، يعني انا مثلا ملف الوورد اللي معايا ده، لا نفترض ان انا هنا شرحها في مشروع مثلا، عامله في مشروع وجايبه صور وكاتبه تحت الصور ان كان طبعا تدريب مثلا اللغه الانجليزيه تدريب واستخدمت فيه مثلا مايكروسوفت تيمز،
اي حاجه انا عملتها سواء ملف وورد سواء باوربوينت، وهبتدي هفتح الوان درايف بتاعي وهبتدي ان انا احمل الباوربوينت. بعد ما احمل الباوربوينت طبعا انا بعمل له لينك وهبتدي اشيره في السؤال، هبتدي ان انا اعمل شير لللينك في السؤال. طيب انا ده الباوربوينت، لو انا ممكن استخدم باور، ممكن استخدم وورد، ممكن ان انا استخدم سوي، ممكن ان انا استخدم سوي، ودي ان شاء الله باذن الله هناخد كده قبل المحاضره باذن الله ما تنتهي. هي بكده ان انا انهيت السؤال ده الخامس، السؤال اللي انا جاوبته او اللينك ده انا عملت كده، او ممكن اعمل شغلي على سوي، انزل صور التدريب بتاعي على رابط سوي. المهم ان انا اعمل يو ار ال والاحظ ان لازم يكون اللينك بتاعي متشاف، يعني كل الناس شايفينه، مش اعمله مثلا لا اعمله everyone، يعني كل واحد يقدر معاه اللينك يشوفه. ده بالنسبة للسؤال اللي هو التالت، يبقى الاولاني كتابة والتاني كتابة والتالت URL، اللي هو ان انا احط اي شغل عملته كمدرب كمدرس مع طلابي على الباوربوينت على الوورد. لو على الباوربوينت والوورد يبقى ادخلهم جوه الوان درايف واعمل رابط واجي احطه في السؤال، لو على السوي هيبقى طبعا الرابط موجود فاجيبه طبعا مجرد شير بس. نيجي للسؤال الرابع، السؤال الرابع كتابة، هو بيقول اوصف، يعني اكتب هنا كده انا هكتب. طيب انا هكتب ايه؟ انا هكتب اللي هو ايه ادوات مايكروسوفت او learning objects. ان في ادة استخدمتها من ادوات مايكروسوفت وجابت نتيجة مع الطلاب، مثلا يعني انا استخدمت مايكروسوفت تيمز في عمل الاختبارات الالكترونية، وبدأوا ان الطلاب او انا كمعلم قدرت ان انا يعني امتحن اكبر قدر من الطلب، فده كان بالنسبة لي ايسر واسهل افضل من ان انا امتحنهم في الفصل، وده بيأثر على وقت الحصة او على المنهج، فده حاجة خدمتني انا او خدمت الطلبة، فكده بقت فيها حاجة. طب الحاجة الثانية، ممكن ان انا عملت فيديوز على الباوربوينت وابتديت ان انا اعمل الفيديو ده و الفيديو، وبعد كده الفيديو ده خلى اي تلميذ غايب او كده بدأ يشوف الفيديو او الدرس، فانا ابتديت ان انا عملت برضو استفدت او عملت هدف او عملت نتيجة او حصلت كده على نتيجة. اخر حاجة او اخر سؤال طبعا هنا بيقول لي عايز مثالين، طبعا هنا برضو كتابة، عايز مثالين، المثالين ازاي support both of your own learning and the learning. هنا عايز مثالين دعمك، يعني انت المثالين دول ادولا ادتين من ادوات مايكروسوفت دعموك انت، يعني طوروك انت من خلالهم اتطورت، وفي نفس الوقت برضو طورت طلابك او طورت اللي هم المتدربين اللي انت بتدربهم. فدي عايزة هنكتب فيها اداتين من ادوات مايكروسوفت اللي انا دعموني او طوروا من ادائي، يعني خلوه افضل، اداء افضل، وكمان استفادوا بيه او حسنوا عملية التعليم والتعلم. طيب هنرجع كده للملف اللي احنا كنا بنكمله، واللي هو طبعا المدرسة. انا بكتب طبعا لينك المدرسة، وزي ما قلت لكم بعد كده بعمل سبميت اللي هي استلام، هديني نفس الاسئلة اللي على ملف الوورد القصيرة، وبعد كده برضو بعمل استلام، بس هلاحظ ان الاسئلة بتاخد وقت، عشان كده احاول ان انا اعمل اكون مجهزة اجاباتي في الملف الوورد ده افضل. وبعد كده المرحلة الثالثة بتجيني اللي هي الاسئلة الطويلة، بيجيني المربع واكتب فيها واكتب فيها. دي كانت نبذة كده مختصرة ان ازاي احصل على معلم مبدع خبير لأول مرة. في بعد كده سؤال بالنسبة للمعلمين اللي هم ليهم من السنة اللي فاتت او 5 سنين او 4 سنين وعايزين يعملوا رينيو، او للمعلم مستر شحاتة هيكمل معاكم الجزئية دي.
الله وبركاته. ألف شكر لمس ملكاء. يعني تفضل مستر حاتم. من يعني ثم بعد ذلك الى الاسئله القصيره، طبعا ما شاء الله عليها ابدعت في الاسئله المقاليه الطويله، يعني اللي يعني باكد طبعا ان هي يعني يعتبر اسئله مهمه جدا، كلها بتدور حول كيفيه استخدامنا ل يعني ادوات مايكروسوفت في العمليه التعليميه بما يخدم مشروعاتنا ووحداتنا التعليميه. يعني جزاك الله كل خير. يعني يعني مش عايز اقول لحضراتكم ان شاء الله يعني احاول ان انا في الجزء القادم ان انا يعني اتناقش مع حضراتكم في كيفيه عمل مرت ترشح للزميل، وخصوصا طبعا يعني يقدم السنه اللي فاتت او لها، فطبعا بالنسبه لهم حيبقى امر يعني اسهل كثير من الزملاء اول مره، لان طبعا عندهم الخبره يعني اللي تساعدهم على تؤهلهم ان هم يعني يشاركوا ثاني مره وثالث مره في مسابقه المعلم الخبير. يعني حتى الاسئله نفسها يعني هنلاقي الاسئله مختصره جدا بالنسبه لهم. حامل ان شاء الله مشترك للشاشه مره ثانيه، يعني بوجه شكري للاستاذ نبلاء، جزاه الله كل خير. خش ما عندك على يعني برضه استمر ترشح من نفس المكان اللي الاستاذ نبلاء دخلت منه بدري، اما يكون معايا طبعا رابط بتاع الترشح، او اني ادخل على المنصه بتاعتي اللي يعني في افريقيا منصه كبير واضغط على كلمه الديكيتيف سنتر، ومنها اختار الديكيتيف بروجرامز برامج التعليم، من اختار مايكروسوفت الديكيتيف ديكيتيف طريقه قصر المنصه، او ان حضرتك طبعا يكون معاك الرابط الفيديو تمام، واضغط عليها طبعا بتفتح لي يعني ما يتعلق بمعلومات عن يعني ترشح للمعلم الخبير، يعني بديت نفس المعلومات اللي خليتناها عن سنبلاء، سواء بقى ايه معلم لاول مره او معلم يعني هيجدد الترشح بتاعه، فنفس يعني المعلومات عندك هي خاصه ب يعني الكورس او الترشح، طبعا هي بدون كيف تعتقد. انا هوصل طبعا برضه لنفس الكلمه الى كلمه نوميت يور سيلف او رشح نفسك ل المعلم الخبير للعام التالي او التجديد. يعني ده طريقه الدخول، والاسئله ان شاء الله هنناقشها مع حضراتكم بعد التحميل. يعني بيطلب مني في الاول طبعا اني اعمل يعني ريجستر طبعا، فزي يعني كان اول مره برضه هخش ريجستر ناو اور ساين ان. فبتكلم طبعا على اساس ان الزميل اللي هيعمل اعاده ترشح طبعا عنده ما شاء الله خبره كافيه عن طريقه الوصول، فهيضغط عندك على الدخول ويختار بقى اللي هي يعني دخل بيها ويكون مرتبطه بالاكونت بتاعه اللي عمله السنه اللي فاتت واللي اهله للدخول الى مايكروسوفت. مثلا معايا مايكروسوفت اكونت حساب شخصي او ورك او موظف طبعا في سوفت او حساب بيخش بالفيسبوك، ايا كان حساب طبعا المرتبط بالاكونت بتاعتك العام الماضي. تمام، انا مثلا هحاول مع يعني انا عملت الاكونت بتاعه وخلصت، فانا هحاول كده مع الزميل، فالحساب بتاعه حساب يعني مؤسسي، فهختار كلمه ورك اور سكول اكونت. طبعا هيطلب مني طبعا البيانات الخاصه بتسجيل الدخول، منها اسم المستخدم، ثم بعد ذلك الباسورد يعني كما يعني كما معتاد. وانا هختار يعني حساب الاستاذ يعني الاستاذ عصام احمد زميلي عصام العوفي. طبعا يعني بالضغط مباشره عليها طبعا يعني انا عامل تسجيل ان في الحساب بتاعه طبعا، فما طلبش مني باسورد. تمام، فطبعا الاستاذ عصام طبعا كان العام الماضي يعني معلم كبير، وبيظهر لي طبعا الاكونت بتاعه، طبعا ده الحساب بتاعه اساسي. هنا بيقول لي طبعا اد نيو، طبعا هعمل يعني نومينيشن جديده. طبعا انا اوريدي معايا حساب، فبيقول لي بقى عصام احمد ريجستر، طبعا ده الاكونت اي دي بتاعتي. هنا بيقول لي بقى يعني يعني الحساب بتاع عندك يعني حامل فيه، فطبعا بيقول عندك يعني هنا في خانه مهمه جدا بتاعتي نيو او اعاده مين اعاده تجديد يعني. تمام، فانا بالنسبه لي طبعا معايا اكونت العام الماضي، فحضرت على كلمه نيو. ده طبعا للناس اللي هي طبعا بتعمل تجديد للحساب بتاعها. فبيقول طبعا مباشره يعني بيختصر يعني
نوعين من الخطوات، مش محتاج مني خطوات البنات الشخصيه لانه هو اوريدي عنده هذه البنات. ممكن لو انا حابب اعمل ابديت لي عندك او تحديث، مثلا انتقلت من مدرسه لمدرسه ثاني، غيرت مثلا التليفون، غيرت يعني ايا كان بيانات، ممكن عندك طبعا ارجع ثاني للصفحه اللي قبل كده عندك واعمل لها نظام ايديت او تحرير. برضه الصفحه بتاعت الاسئله القصيره طبعا مش محتاجه طبعا، فهم يعني انا بعتبرها كهديه للناس اللي هي العام الماضي، يعني ليهم ان هم يعني اصبحوا معلمين خبراء. فالسنه دي عندك بيختصروا معاهم يعني الاسئله الى يعني مجموعه فقط اسئله عندك مقاليه، لا تحتاج الى الخطوه الاولى او الثانيه. طبعا دي الاسئله الموجوده طبعا عندنا طبعا، وكالعاده برضو ممكن تغير اللغه عندك من عربي الى انجليش طبعا، وتعمل في الاخر صديق. ولكن طبعا يعني نخلي بالنا شويه انه هنا الاسئله طبعا يعني كالعاده دايما ما تحب تجاوب اسئله طويله، زي ما قالت مس نجلاء يا ريت تعمل حضرتك صفحه وورد عندك وتكتب فيها الاجابات، لانه ممكن انت بتشتغل عندك طبعا في تايم معين يعني الترشح عندك او النافذه قدام حضرتك ممكن نقفل عليك عندك تمام. فالافضل طبعا تبقى كاتب كل حاجه، خصوصا يعني بتوع المجددين، لانه يعني مفيش فكره بقى انه ايه انك تعمل ايديت عندك، فانت اوريدي عندك سيف انا سبميت عندك على طول للحل بتاعك. فيا ريت يا ريت يا ريت تكتب حضرتك الاسئله دي عندك او في الاستمارة اللي نزلناها مع ناس نجلاء، في الاسئله عندك جاهزه سواء عربي او انجلش، وحضرتك تكتب الاجابات بتاعتك عربي او انجلش برضو في صفحه الوورد، وبعدين تاخد لها كوبي بيست. وكالعاده برضو مطلوب الاجابه عندك على معظم الاسئله من 500 الى 2000 كاركتر. طبعا كاركتر طبعا نقصد به حرف، مثلا كلمه مثلا هاو، مثلا هاو تعتبر ثلاث يعني ثلاث حروف او 3 كاركترز. سبيس طبعا مش بتحاسب طبعا، بيد ثلاثه يبقى كده مثلا سته هم تمام، بيكون الكاونت بتاعك بالشكل ده عندك. فعشان ما تيجيش حضرتك طبعا يعني يمكن اقطعنا لحضراتكم يعني شويه، فبسرعه هنحاول نناقش الاسئله عندك. وكان زي ما ذكرت حضرتكم اسئله قد تكون يعني بسيطه للزملاء اللي هم بيكونوا ثاني مره تمام. فانا حتى عامل لهم كده يعني عرض باوربوينت عن كيفيه استكمال استمارة الترشح، وطبعا بيكون طبعا يعني دي الصفحه بتظهر له في الاول طبعا تمام، ويعني الصفحه الثانيه اللي فيها كما ذكرنا بعمل بقى رينيو اعاده الترشح. وبعد كده بنخش على اول سؤال وهو هنناقش معكم بالعربي يعني والانجليش. كيف شاركت ما تعلمته مع نعمين وقاده مدارس في العام الماضي في التطوير المهني الخاص بيك، يعني طورت نفسك ازاي؟ وايضا لو كنت مثلا شاركت في مؤتمر، عملت شاركت في مبادره زي مثلا عندنا دلوقتي، مثلا نشرت فكره في الاذاعه المدرسيه، عملت حاجه عندك على وسائل التواصل الاجتماعي. فهنا بيقول عندك اقدم تفاصيل عن ما شاركت به والتاثير على المعلم او المعلمين انقد عنك. طبعا في الاجابه السؤال ده يا جماعه طبعا هكتب طبعا يعني انا شاركت ازاي، ويعني ايه الحاجات اللي انا خبراتي عندك شاركتها ازاي مع الزملاء في مجتمع المعلمين. يعني مثلا عملت مثلا مبادره مثلا وشرحت فيها باوربوينت مثلا او فورمس مثلا او تيمز اي من ادوات مايكروسوفت، فانا حاول بقى ان انا عملت تدريب على فيس تو فيس مثلا اللي الطلب عندي في المدرسه او زمايلي في المدرسه او قاده المدارس، زي ما بنعمل معظمنا كده في الادارات التعليميه. وفي خلال التدريب ده عندك انا علمتهم ازاي مثلا يتعاملوا مع الباوربوينت، ازاي الادوات بتاعتي فورمز مثلا، ازاي يخش على الفورمز، ازاي يعملوا بقى امتحانات او يعني اختبارات، او حتى ياخدوا اراء المتعلمين مثلا او اراء الطلبه مثلا في امر ما او امتحانات للطلبه. كل الحاجات دي عندك يعني اكتبها. انا مثلا شاركت مثلا في مؤتمر، برضو اشارك المؤتمر ده عندك، ولا شاركت في مؤتمر معين وكان المؤتمر ده كذا واستخدمت فيه ادوات مايكروسوفت كذا كذا. طبعا انا محتاج برضو دايما ادله للتدعيم زياده، فممكن اعمل مثلا ملف صوري واحط في الملف الصوري مثلا عملت صور في الاذاعه، اخد مثلا صور ليها، اتكلم مثلا على فكره معينه عندك، عملت مثلا دورات تدريبيه، اشتغلت حاجه على التيمز لما عملت الاسم شويه، اخد نشوف عندك الصور اللي عاملها اعدادها، عملت مثلا تدريب اخد صور للتدريب عندك، شاركت في مؤتمر اكيد ليه يعني بوستات كده مثلا او في ادله دي عندك، كل الحاجات دي عندك او اكتبها عندك. انا شاركت في مؤتمر مثلا وخدت شهاده عندك اذكرها في الشهاده دي عندك تمام. السؤال الثاني، ما هي ادوات مايكروسوفت استخدمتها للتعامل مع الزملاء عندك المتعلمين؟ صف الادوات التي طبعا نفس الفكره يا جماعه برضو يعني عشان انا مثلا شرحت عندك حاجات على التيمز تمام،
الحاجات دي عندك شاركتها مع طلبة بتوعي، فأنا بعمل الكلام ده عندك وبوثقه وباخد أدلة عليه، زي ما قلنا سكرين شوت مثلا، assignment مثلا الطلبة عملوها مثلا، آخد صور ليها، آخد بقى إيه فولدرات عندك الطلبة عملوها تمام. فالحاجات دي عندك يعني أفضل إني أعمل بقى يعني فريق مثلا على تيمز، والفريق ده عندك أقسمه بقى فصول مثلا دراسية عندك، وكل فصل مثلا أشوف بقى إيه الحاجات اللي عملها، جمع إيه معلومات، الفوق مثلا شاركته مثلا امتحان على الفورمز مثلا او حاجه معينه عندك، اخد مثلا ليها ادله عندك تمام. وممكن برضو يعني اعمل لها سوي عندك وارفعها على يعني على الوان درايف عندك. يعني يا ريت يا جماعه يبقى في توثيق عندك في معظم الاسئله عندك كدليل لانك انت اشتغلت ده عندك. وبرضه حسب بقى يعني ادوات برضه مايكروسوفت، استخدمت مايكروسوفت فورمز، استخدمت تيمز، استخدمت مثلا الباوربوينت، وات ايفر ايا كان ادوات مايكروسوفت طبعا يعني الممتع جدا اللي احنا يعني بنستخدمه دايما. يعني مثلا حتى مثلا الطلبه مثلا شاف مع الطلبه اللي هم الخريجين مثلا ليب جريد مثلا عشان يشاركوا بقى يسجلوا صوتهم براحتهم ويعرضوا الكلام ده عندك كله، اخد مثلا يعني التسجيلات اللي عندك ممكن ارفعها على الوان درايف، اعمل لها مشاركه واحط بقى الرابط هنا عندك. السؤال رقم 3، زملائي عندك ينظروا الي ان انا يعني الشخص المناسب المرجع ليهم، وير تو جو، يعني الشخص اللي بيزابوا لو عندهم مشكله في الفورم ده تمام. يعني مثلا مس ندلام ما شاء الله عليه عندك يعني شرحها في سوي مثلا ممتاز، او هسالها مثلا في سوي عندك يا مس ندلام خاصه بقى سوي، مستر مصطفى ربنا يعني قدم له شيف عندك عنده ممتاز جدا في تطبيق الوان درايف، يبقى يعني حته بقى الوان درايف عندك هو بقى المرجع اللي برجع له. انا بحب مثلا جدا فورمز مثلا بحب اشرحها، اكتب مثلا يا جماعه هنا في السؤال ده عن حضراتكم، هتكتب الاداه او التطبيق القسم المخصوص اللي حضرتك بارع فيه، اللي بتحب دايما انك انت تستخدمه عندك وتحب كده ايه دايما. يعني لو في مثلا مبادره مثلا انا احب اشرح، اديني مثلا تيمز، اديني مثلا ون نوت، اديني مثلا ون درايف، اديني مثلا باوربوينت، يعني انا كويس جدا في اكسل البيانات عندي. وحضرتك هتكتب السؤال ده بس للزملاء طبعا مجددين ايه مجرد بس اسم التطبيق او الاداه فقط. السؤال رقم 4 عندك تمام مرتبط بالسؤال السابق له، يعني استخدمت مثلا قلت مثلا استخدمت مثلا فور اكزامبل مثلا الفورمز مثلا اللي هو يعني استديان او الامتحانات عندك، فانت حضرتك تكتب عندك بناء يعني سكرين بقى في السؤال لي حاجه عملتها كيف دعمت الاخرين او شخص ما في المجال ده، فانت حضرتك تكتب مثلا حضرتك مثلا انك انت عملت تدريب باستخدام الاداه والتطبيق دي مثلا لزمايلك، على عملت مثلا تدريب على التيمز مثلا وهاخد بس سكرين شوت دي عندك وعلمتهم ايه عندك ازاي بقى يعملوا مثلا روم ديكس مثلا، زي عملوا مثلا يعملوا مثلا عندك يعملوا جدولوا يعني تدريب او اجتماع على التيمز، ازاي مثلا يعملوا امتحان على الفورمز، ازاي مثلا يعملوا مثلا باوربوينت، ازاي يعملوا استخدموا كوردين. تكتب حضرتك الحاجات اللي عملتها في الاداه دي، حضرتك اتكلمت فوق عن فورمز وتشرح بقى تدي مثال عن فورمز، اتكلمت عن ون نوت وهكذا تحكي عن ون نوت عندك. يبقى السؤال رقم 4 مرتبط بالسؤال مين يعني السابق له عندك تمام. صيف كيف ساهمت في مجتمع مايكروسوفت خبراء عندك العام الماضي تمام. يعني حضرتك مثلا عملت ما شاء الله عملت تدريب، شاركت في مبادره، عملت مؤتمر، الحاجات بقى ايه اللي انت حضرتك عملتها عندك واسهمت في مجتمع يعني خبراء مايكروسوفت وقدمت لهم يعني افاده. واكيد حاجات طبعا حضرتك عندك ممكن تكون مثلا نشرتها على موقع مثلا مايكروسوفت اكسبيرت طبعا اللي احنا يعني كخبراء ساعة ما جالنا جواب التهنئة عندك في الأول كونجريتيشن طبعا يعني كان في دعوة الاشتراك في مثلا موقع مايكروسوفت خبراء عندك العالمي مثلا في الفيسبوك، فكلنا طبعا اشتركنا فيه كخبراء، فحضرتك مثلا عملت تدريب مبادرة وتبر حضرتك يعني شارك خبراتك مع زملائك عندك في يعني إيه الحاجات اللي عملتها عندك، عملت مبادرة أتكلم عن المبادرة، عملت تدريب وتدريب عندك يعني تبادلت خبرات مع زملائي عندك، فحكت بالكلام ده عندك في السؤال رقم 5 للصيف، هتكلم عندك عن الحاجات اللي عملتها عندك. اوكي السؤال رقم 6 بيقول لي يعني ما الطرق السلاسل اللي انت يعني تقدر من خلالها انك انت هتشارك بيها في المستقبل خلال السنه القادمه ان شاء الله. طبعا ده بيكون يعني غالبا بالتنسيق مع يعني المسؤولين عن الموضوع، يعني مايكروسوفت مثلا مصر عندنا في مصر الباشمهندس يعني محمود ناصر يعني من الناس متعاونه جدا، فحضرتك عندك ممكن تتكلم معاه. وعندنا طبعا يعني مايكروسوفت اكسبيرت طبعا مصر عندنا جروب برضو على الفيسبوك برضو، فحضرتك مثلا يعني هتبدا تخطط طبعا ايه خططك المستقبليه
وتدريباتك اللي هنفذها ومبادراتك سواء طبعا مع الزملاء، ممكن كان ده على مستوى الزملاء والطلاب في مدرستك، تبدا مستوى يعني المحل، ممكن يكون مستوى المدرسه بتاعتك، ممكن اعلى شويه عندك على مستوى الاداره، اعلى شويه المحافظه او بلدك، زي مثلا ما يكون في مدارات مثلا الفريق بتاع نفط 65 على مستوى الجمهوريه كلها، او ممكن على مستوى العالم كله. يعني ما شاء الله يعني عندنا مبادرات كتير جدا للفريق بتاعنا نفط 65 سوهاج على مستوى الوطن العربي، بيكون في مبادرات عندك في دول يعني من الوطن العربي عندك، ونعمل عندك يعني تبادل معاهم في التدريبات، وبنقدم تدريبات عندك يعني بنشرف بيهم معانا. فده حضرتك عندك يعني تتكلم تقول انا والله انا هعمل كذا كذا، خطط عندك ان هدرب تدريب على الباربون في خلال الفتره القادمه، واتمنى عندك الجميع يشارك معايا ان شاء الله عندك تدعم. فحضرتك بتتصفح طبعا هذه الخطط عندك، تكتب عندك اللي انت ناوي تعمله ان شاء الله خلال العام القادم، مبادراتك وتدريباتك مع الزملاء. يعني حتى لما بقول لحضراتكم ده يعني اجابه يعني الاسئله السته طبعا، وانا يعني انا تعمدت ان انتقل الى الباوربوينت عشان اقول لحضراتكم يا ريت لما حضرتك تشتغل عندك في يعني بالذات لما تكون كمرشح للتجديد، انك انت تكتب الحل بتاع الاسئله عندك في ملف وورد عندك وتجهزه بدايه عندك، ثم حضرتك تكتبه بيس. كما ذكرت الاستاذه نجلاء، لو حضرتك عندك مش كويس يعني مستواك عندك في الانجليزي عندك محدود، طبعا الترجمه عندك طبعا موجوده جدا عندك، بتكتب عربي عندك وتحضر طبعا ايه تحولها الى انجلش طبعا. يعني اعتقد ده يعني كل اللي احنا يعني حابين نقوله في يعني الترشح كخبير للتجديد عندك. فيعني يعني نعتذر طبعا على الاطاله، ولكن كان كل هدفنا يعني انا ومس نجلاء ان احنا يعني نغطي كل الحاجات الخاصه بالترشح اول مره او التجديد. ويعني لان في ناس حتى الان كما ذكرنا متخوفه جدا من موضوع المعلم القدير، فيا ريت ما نخافش عندك، والامر لسه يعني فاضل فيه يعني حوالي 7 ايام، فيا ريت ما نخافش عندك. طبعا ما ننساش مع طبعا ان احنا كل حاجه عندك محتاجه توثيق، ان احنا نعمل لها مثلا ملف وليكن مثلا اسبوعي عندك، او مثلا سؤال الثالث سؤال الرابع مثلا انا عملت السؤال رقم 3 مثلا، جربت مثلا على ناس على الفورمز مثلا، فانا عايز طبعا يعني ادله لذلك مثلا، فممكن مثلا اخد اعمل بقى الناس اللي عملت لك الفورمز مثلا، عملت روابط اخد رابط عندك بتاعت المشروعات بتاعتها عندك او امتحاناتها مع طلبه، واحطها مثلا في ملف وورد، والملف ده عندك يعني اعمل له كده ابلود على الون درايف، واخد رابط المشاركه كمان، واحط عندك الرابط او احط مثلا صور للتدريب عندك سوي وات ايفر. يعني فيا ريت يكون في توثيق للعمل بتاع حضراتكم، طبعا ده بيزود من يعني التقييمات مع الزملاء المسؤولين طبعا يعني عن مايكروسوفت مصر، طبعا هم واحد يعني هيكونوا بالتقييم للاسئله الجاهزه، الاسئله المقاليه عندك الطويله. فيعني اعتقد ده كل شيء يعني حبينا نقول لحضراتكم. وفي طبعا يعني اعتقد مس نجلاء يعني هتحضر لمحضره حضراتكم يعني اكواد للتدريب حضراتكم طبعا زي ما ذكرنا يعني سابقا مع المس يعني بعت المس سلوى، يعني الشين عندي مش شغال، فبعت المس سلوى تمام هذه الروابط، اعتقد برضه مس نجلاء عندها نسخه منهم، فيعني هتحضر حضراتكم في الشات. فيا ريت يعني بعد اذن سلوى يعني على الاقل حتى نجرب هذا الامر، ولو كان يعني وقت يعني يسمح ممكن تم فتح الشات. استاذ شحاته تفضل. نعم تم فتح الشات. تمام يا فندم. فيعني مس سلوى يعني برضو يعني هتعمل مشاركه للاكواد. تمام. فلو في وقت متاح يا استاذ سلوى ممكن يعني ندي فكره عن سوي، ولا ايه راي حضرتك؟ طب انا شايف الساعه 11 يعني، فلو ينفع مثلا ندي فكره عن السوي، ازاي يحط صوره على السوي ومن مشاركه. براحتك يا استاذ شحاته اتفضل. استاذ مالك تعالى يعني حابه تشرح زيادة عندك، يعني استاذ لو في وقت بس عشان كنا قطعنا على الناس يعني، ف هو احنا مش هناخد مستر شحاته استاذنك، بس احنا مش هناخد في سوي غير 5 دقائق، مش هنطول يعني. يا ريت بس عشان الساعة داخلة 11، فأنا يعني عشان ما أطولش على الناس، بس عشان الناس برضو يعني لسه عايز لسه هننزل أكواد فخلال طبعا حضرتك طبعا الناس السوي 5 دقائق عندك مش أكتر يعني. طب هو أنا أستأذنكم 5 دقائق بس، إن أنا
شير بس السوي. السوي ازاي ان انا اعمل رابط سوي او ان انا ازاي احط الشغل بتاعي على السوي؟ تمام فندم. تمام مش هناخد اكتر من 5 دقائق. تمام فندم. يعني بعتذر قبلها بس ايه يعني على هننزل مجموعه من الاكواد عندك. تمام. وحضرتك يعني في خلال الشرح الزملاء عندك يعني هيخشوا عندك على الرابط بتاعهم يعمل عندك استرداد، وبرضو يعني يمكن هتلاقي حضراتكم الكود. طيب هو يا جماعة معلش هنا ماشي تفضل يا فندم. احنا كنا يمكن في الوقت اللي هو مالينا طبعا الاسم كان واقف معانا اللي هو معلش هستكمل معاكم الجزئيه دي، كان واقف معانا الايميل بتاع المدرسه، فاحنا جبنا الايميل بتاع المدرسه او ممكن احط البيج او الفيسبوك وعملت سبميت كده تسليم في الوقف، عملت تسليم فظهرت اهي كده بقى لي اكاونت انا، يبقى كده بقى لي اكاونت بعد ما جاوبت على الاسئله اللي هي خاصه اباوت مي دي بقى لي اكاونت اهو، واللي طبعا وهنا اي دي وهنا طبعا ده اقدر ان انا اعدله، ما هغير ميل، عنوان اتغير، نقلت عنوان جديد، اي حاجه انا ممكن اضغط على دي واعدل براحتي. هنا في بعد كده بضغط على السيلف انيميشن اهي اعملها، ده الخطوه اللي هي رقم 2 اهي، وهقول انت بيسالني طب انت هتقدمي على ايه، هقول له ام اي اكسبيرت وهقول له سيف اند سبميت. هتجيني الخطوه الثانيه اللي هي انا خلصت كده الاسئله بتاعه اباوت مي، هتجيني الخطوه بتاعه هقول تاني سيف اند سبميت لان الاسئله دي انا مجاوباها وخلاص على كده خلصتها في الجزئيه الاول. كده معايا انا اللي هي الاسئله الاختياري اللي احنا تناولناها في ملف الوورد زي ما قلتها لكم، معلش انا وريتها لكم بس حبيت ان انا اوريها لكم من خلال الويب سايت، احنا شرحناها في ملف الوورد لكن انا حبيت اوريها لكم من خلال الويب سايت اهو. لو انا مثلا انا مدرسه هيسالك المدرسه بتاعتك تشوكيس او لا، هقول لا. طبعا اليرز او الاعمار اللي بتدرسي لها، طب المرحله، الماده اللي انت بتدرسيها ايه، كل الاسئله اللي احنا يمكن تناولناها التويتر. طبعا اليو ار على التويتر لازم اعمل حساب، الفيسبوك، انستجرام، لينكد ان، تيك توك، التشانل يوتيوب، الشانل بلوج، المدونه، كل الحاجات دي ابتدي ان انا اجاوبها اللي بنسميها الاسئله القصيره. وببتدي هنا برضو العدد المتابعين على التويتر اكتب نمبر رقم. طبعا هنا التطبيقات اللي بنستخدمها، طبعا هنا هختار مثلا تطبيقات الايباد مثلا بس على حسب كل حد طبعا هيجاوب على حسب الحاجات المستخدمه. ودي التيبلز اللي احنا ناقشناها، استخدامك للتيمز، للفورمز، للون نوت، للايدج، للباوربوينت، كل الكلام ده هنجاوب عليه. وبعد ما بنخلص اجابه وبرده خطوات اهو عمل الغرفه او الصف على المايكروسوفت تيمز، بعد كده بتجيني الاسئله الطويله اللي انا تناولت برده الاجابه على 5 اسئله. دي السؤال الاول بيبقى رايت اكتب، السؤال الثاني برده بيبقى رايت، لو تتذكروا عدد الكلمات من 200 يمكن ل 500، وتناولنا السؤال الاول في ايه والثاني، وده السؤال الثالث اللي خاص باليو ار ال اللي هو دلوقتي هنتكلم فيه. اليو ار ال ان انا دلوقتي اديني انا حطيت مثلا صور، انا تدريب عملت تدريب للطلبه اهو، فانا او على التيمز، فهبتدي ان انا عايز اعمل ايه، هعمل انا هسيف الملف بتاعي واحطه على مثلا الديسكتوب. على فكره انا ممكن احوله لسوي من هنا برضه، وحاجي اعمل له رابط على الوان درايف هنسميه مثلا مايكروسوفت. احنا مش هنعمل بالاسماء عشان بس هو اتقلب انجليزي، انا بس عشان الوقت معاكم. فانا كده سيفته وحاجة عندي هنا في الوان درايف بتاعي، وابتدي ان انا اعمل له تحميل واعمل الرابط. دي حاجة من ضمن الحاجات اللي انا ادي الوان درايف اهي،
دي دي حاجه من لما اكتب يتحمل الوان درايف عشان احمل عليه الباوربوينت واخد اليو ار ال واحطه في السؤال. احنا بسرعه كده ان انا دلوقتي عندي التدريب اللي انا عملته على الباور ده عايزه اعمله على سواي. هفتح صفحه جديده، اديني فتحت تطبيق سواي، هبتدي هفتح صفحه جديده اهو. احنا مش هعمل يمكن غير ثلاث يعني 3 كاردز بس في سواي، مش هنكتر عن كده. وهنا ده كده الوان درايف، فهكتب انا كده العنوان مثلا وهبتدي اعمل كارد للصور بتاعتي وهبتدي هعمل لينك لسواي واجي سواي كده بيتحمل. احنا مش هنعمل غير 2 كاردز او 3 كاردز بس مش اكتر. اهو انا هكتب هنا العنوان بتاعي مثلا تدريب، انا عملت مثلا تدريب على فورمز الاداة اللي انا هستخدمها مثلا فورمز تريننج، وهنا عاملها بول، وهبتدي ان انا انزل الصور بتاعتي على من هنا. هفتح كارد اللي هو الصور، وهبتدي ادخلها، ممكن ادخلها بالجر والسحب مثلا، وهبتدي ان انا ادخل الصور بتاعتي. لو ممكن ادخل صور تاني، لو انا هدخل مثلا استاك على النظام ده مثلا او الكام صورة دول، وكده ابتدي مثلا انسقهم او اعمل تنسيق. وهعمل بعد ما عملت لهم التنسيق او الستايل اللي انا اخترته مثلا ويكون الستايل ده، هعمل بعد كده شير. طبعا لازم هنا هخلي اي حد اهو اني وان لازم يبقى اني وان، وهاخد كوبي وهاجي على السؤال وهعمل هنا بيست. ده بالنسبة لو مثلا على سوي او على الوان درايف. انا عشان ما اثقلش عليكم و انا في النهاية بشكركم، اتمنى ان يكون شرحنا النهاردة باذن الله يكون وافي، استوفى معاكم ان ازاي نقدم على المعلم الخبير، وان شاء الله كلكم تحصلوا على لقب معلم مبدع خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدعتوا، ألف شكر ليكم أستاذة نجلاء وأستاذ شحاتة، بارك الله فيكم وزادكم من فضله. تسلمي يا سلوى. حضراتكم نستعد للأسئلة.